أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. التحية الأولى نرفعها لله رب العالمين، ثم من بعد نتنزل بالتحايا إلى الذين غادونا في طريق الحق والعدل والسلام والجهاد. ثم عليكم طلاب جامعة كسلة تحايا الطيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب اتكلموا كلام وهم عنوانهم انه جايين ينتقدوا العقلانيون، والمنبر انا حضرت جزء كبير منه نهاية من المتحدث القبلي ده والمتحدث الحسي بيتكلم، وكلامه كله أنا منتظر ذاته نقد للعقلانيين. يعني شنو؟ يعني أنت الليلة لو قلت دار تنتقد إنسان عقلاني حسب تهمتك له، يعني عقلاني يعني شنو؟ ما هو واحد منهم بيقول لي الدين ده أصلا ذاته الدين ده ما يؤخذ بالعقل. وصلت لله كيف أنت؟ قال أنا أستغرب إنه الشعبيين ديل يدعو الناس إلى التفكر في القرآن بالعقل. هاي تفكروا بشنو يعني؟ بالكرشة؟ ما بالعقل؟ يعني تفكر بشنو؟ ما الله أداك العقل عشان تتفكر به وتستنبط منه الآيات دي. أنت بتقرأ كيف؟ تقرأ عشان زيها وزي الأدب العام، ولا بتتفكر ربنا هنا قاصد شنو؟ ما مراد الله من الآية؟ عشان أنا أعرف مراد الله من الآية أو أتدبر. أمين ربنا يقول قل سيروا في الأرض فانظروا، مش حننظر بشنو يعني؟ بالعيون بس؟ بالعين وبالعقل؟ لا، ما يقول القرآن كله يتكلم أفلا يتدبرون. يعني شنو أفلا يتدبرون يا ربي؟ يكون الناس ديل كان عندهم مفهوم للتدبر، لو بيفكروا بحتة تانية غير العقل يورونا لا ذاته، لأنه نحن نعرفه أي تدبر وتفكر هو بالعقل. إذا عندك حتة تانية بتفكر بها بالله أتحفنا بها، نعرفها ذاته للزمان. يعني يمكن عندكم محل تاني أنتوا للتفكير، نحن نعرف العقل غايته اللي يفكروا به. الحاجة الثالثة، ما دمش أنت لأنك خطير وقت تقول كلهم يكوركم. عبد الحي يوسف خليناه يكورك، الهدية خليناه يكورك، أب زيد الله يرحمه خليناه يكورك، أنصار السنة خليناهم يكوركم، الأخوان المسلمين يكوركم. أنت شنو هو يكوركو؟ أنت شنو هو يكوركو دي؟ أنت بعوضة؟ شنو يكوركو؟ طب الطعن وده شنو ذاته؟ ده عباطة ذاته وتخلف، وده دليل على أنه أنت إنسان غوغائي ليس إلا. طالما كل الناس دي أنت حسابك معاه أنه بس خليتهم يكوركو ده شنو ده؟ دي حجة حسا؟ عندك خلاف مع أنصار السنة قول يا أخو الله يا أنصار السنة أنحنا قول لهم كده، أنتوا وأنصار السنة مختلفين؟ أكيد ما مختلفين في كل مناحي الحياة. قل لهم يا أنصار السنة أنا والله أختلف معاكم في واحد اثنين ثلاثة، لأنه أكيد واحد اثنين ثلاثة ما أكثر من كده. نجي نشوف اتكلم معاهم أنصار السنة الحاجة الفلانية، مختلفين في شنو أنت وأنصار السنة؟ في التوحيد مثلا؟ ما أظن. إذا في التوحيد حدد العنوان، قل لهم في التوحيد أنصار السنة مفهومهم للتوحيد وأنت مفهومك للتوحيد، والناس القاعدين ديل ما حمير أنت ما بتملي عليهم، ممكن يحضروا المناظرة يعينوا لمفهومك ولمفهوم ممثل للجماعة الثانية، وبيمشوا من هنا بيقيموا الغولين وبيصلوا لنتيجة، لأنه نحن عندنا نقول بنميز يعني الصح يا تو. مختلف مع المؤتمر الشعبي في شنو؟ ما تبقى تكورك زي الأهبل، ما تكورك زي الأهبل. أنت قبل قلت كلام بايخ، قال نحن جايين للعلمانيين، أها قال الشعبيين علمانيين. يا مولانا لولا الشعبيون لما نفخت بلعومك تتحدث عن الإسلام في أرض السودان، لأن الشعبيين هم الذين قدموا 31 ألف شهيد للحركة الإسلامية السودانية، وقفوا بها المد اليوغندي والإسرائيلي والأثيوبي والأريتري والمد الكنسي العالمي في السودان ده، وقت كانوا بداوسوا انت لابد تحت سريرك ما بتعرف تداوي ذاته. طباطل ولا شنو؟ شنو العلمانيين؟ وقت الناس كان بتثبت المد العلماني الجاي من اثيوبيا واريتريا ايام هيلي سلازي و و و و و و والامبراطور الاثيوبي وامبراطور اريتريا ويوغندا عبر موسفيني جوزيف موسوليني وتشاد، والاستخبارات العالميه الامريكيه والمصريه والسعوديه بتدعم في المد الكنسي لجون قرن
البلد دي حما شايفين اللي بتقول علمانيين ديل، ولو ما هم انت ذات الرجال اللي تتكلم بها عن الاسلام في البلد دي ما عندك، ما عندك، ولا بتداوسوا لا بتخلوا الرجال يداوسوا. ناس منافقين ساوي بتاعين ونسه وتكفر بس. وش انت قال التكفير ده ما سهل، هو في اسهل من التكفير؟ يعني حسي انت زول زعبوط زيك كده ما يفقه في الدين شيء ممكن يكفر ابو زيد احمد حمزه عادي؟ انت قال دي فلاحه، يعني انت معناه عالم؟ ما معناه عالم، ما زيك وزي الطفل في البيت اذا جيت قلت له الكلام ده غلط ممكن يفكك بيطوبه، معناه الطفل صح يعني؟ معناه الطفل قليل ادب بس. وانت زول قليل ادب ليس الا، لانه لو عندك ادب، الاسلام عنده ادب في الخلاف يا اخواننا، هوي اذا عندك ادب الدين فيه ادب خلاف. اذا اختلفت مع زول في مساله ممكن اول حاجه الاسلام يقول لك يعلمك اول مبدا، اوع تعتقد انه انت الصاح المطلق، اوع تجي تقول له والله انا مختلف معك في المساله الفلانيه، احتمال رايك صح واحتمال انا صح واحتمال الاثنين غلط. ده الادب في الدين، مش طوال اختلفت معه يا زنديق يا كافر، نحن اهل الحق، نحن الفرقه الناجيه، ما في كلام زي ده. لانه احتمال يقول رايه يطلع صح، احتمال انا اقول رايي يطلع صح، احتمال انا وهو يجي واحد يقول راي ثالث نلقى انه نحن الاثنين غلط والراي الثالث صح. لانه الدين ما فيه عنتريه ورجاله ويا زنديق ويا كافر وخليناه ويا كورك. تخليه كورك شنو يا شيخ؟ انا ما انصار سنه، انا حركه اسلاميه مؤتمر شعبي، لكن لا يمكن في يوم من الايام ان اسيء لقيادات في انصار السنه قدموا في التاريخ الدعوي 60 و40 سنة. ما بنبذهم، ربنا يتقبل منهم الأصاب فيه ويغفر لهم الأخطاء فيه، ونتلاقى إن شاء الله برحمة الله في الجنة، لأنه دي أخلاق الرسول ذاته. يبكي ليهودي، ما لك تبكي؟ قال أبكي على نفس تتفلت مني إلى النار. يهودي بكى لأنه مات قبل ما يسلم. أنت بتكفر في المسلمين وتكفر في المجاهدين وفي الرجال، أنت شنو ذاته؟ ماذا قدمت للإسلام أنت الباطل القاعد جنبي ذا؟ ماذا قدمت؟ وماذا قدم المنتدى السلفي للدين؟ جهاد ما جاهدته، دعوة من قمت في البلد دي غير تنبذوا المشايخ، حتى الشيوخ اللي علموكم الدين نبذتوهم. أقل لا كان تحترم له، إنه وقت كنت تاتيه ما بتعرف الفرق بين العقيدة والشريعة علمك لها، كان تحترمه، كان تحترمه لو عندك دين. لكن لأنه أنت زول قليل أدب ساي، وأصل الزول القليل أدب ممكن يصل مرحلة إنه ينبذ أبوه. هل معناه لأنه هو أخطر من أبوه؟ لا، لأنه هو قليل أدب بس، ما عشان هو أخطر من أبوه يعني، عشان تكون عارف يعني. أول حاجة اتكلم بأدب، ثاني حاجة اتكلم بحق، بحق، خليك زول أمين في طرحك. لا من تقول المؤتمر الشعبي ما تقول علماني، خليك زول أمين يا شيخنا. المؤتمر الشعبي هو النواة الأولى لمشروع الحركة الإسلامية في السودان، وقت كان البلد دي ودمرة يقدر يقول فيها لا إله إلا الله بصوت عالي ما في، لأنه كان محكومة من البعثيين والشيوعيين، أنت التاريخ ما بتعرفه. وقت نميري كان ببيد الناس في الجزيرة أبا، وقت قرن خش كسلة دي وقال أنا ما دار أسمع لي أي أذان في الأحياء دي، الرجال الداوس وقرن ديل الغبش اللي بتنبس فيهم ديل، ما انت انت الوقت داك بتضرب لك في كيلو باسطة في العلفون ولا ما عارف، ما انت تداوسته ولا انت الراجل اللي بتطلع قرن من البلد دي، ما تتنافقوا لنا زي وقت البلد دي تزنق. ما كنتوا انتوا بعدين دار رسالك هو 200 اتفتحت الدعوة ذاته في البلد، في ناس امينين بيقولوا الكلام ده، صار السنة ديل فيهم ناس امينين قالوها، قالوا والله زمان ما في مساحة، جوامع بسيطة والدعوة ذاته ما منتشرة في البلد. حركة إسلامية فتحت، أنصار سنة ما أنصار سنة مش بتدعو لله، يدوك حريتك، لأنه في النهاية الهدف واحد. في اختلاف ضد طبيعة الحياة، في اختلاف طبيعة الحياة إنه يكون في اختلاف بين الناس، وده ده منهج ربنا، إلا إذا أنت ما مؤمن بالدين. ربنا قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، ها كيف؟ الله قال أنا خلقتكم عشان حتكونوا مختلفين ليوم القيامة، يا الله يا أنت يا توفيكم. سنة الحياة الاختلاف، عشان كده الرسول ذاته بيقول وقت يجي يقول لهم أنا أو أن أنا أو اللهم صل على سيدنا محمد إني أو إياكم لعلى هدى
أو في ضلال مبين. ليه؟ ما يجي بيع ما ده الرسول. الرسول يقول لهم إني وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ده الرسول. أنت ديت تقول لهم أنا بس على هدى، كلكم ضالين. ده ذاته دليل على إنه أنت علاقتك بالإسلام زي علاقة حبوبتي بالكيمياء، ما عندك علاقة. لأنه أنت لو مشبع بالدين كان قلت لأنصار السنة والله واحد فينا غلطان. لو طلعت أنا أغفروا لي، لو أنتوا أنا مسامحكم، وإن شاء الله نتناصر في المختلفين فيه، نعذر بعض المختلفين فيه لحد يبين لنا الحق، ونتناصر على إحقاق ما اتفقنا إنه حقيقة مطلقة دي أخلاق الدين. لكن أنت تقيف كده تقول لهم أنا الحقيقة المطلقة، أنا الفرقة الناجية، أنصار سنة برا، شعبيين برا، أخوان مسلمين برا. من أنت يا مولانا؟ دي لا يمكن أن تقول إلا في حالة واحدة، إذا نزل عليك وحي بورانا طلعوا لنا ورينا. يمكن نحن نايمين ما عارفين، جاء جبريل قال لك أنت يا شهاب وفرقتك هذه الفرقة الناجية وما سواكم في النار، جيب لنا الآية دي كده وين ذاته؟ لا تقعد تتجنن في راس مسيح عليك الله، ده كلام فارغ ساي وكلام ما عنده معنى. أدب الخلاف يجب أن يكون مبني على الدين. الحاجة الثانية، تعال شوف الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم قال له شنو ربنا؟ لو شاء ربك، الخطاب ده ما عليك انت يا بتكفر الناس وما عندك أدب مع الشيوخ. الخطاب لمنو؟ لسيد بني آدم، لمحمد صلى الله عليه وسلم. لو شاء ربك، الله قال له لآمن من في الأرض جميعا. أفأنت لمحمد تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ صدق الله العظيم. اتعلم آداب الخلاف في الدين، ثم بعد ذاك املى حنجرتك وتعاور وتكلم باسم الدين. سلام عليكم. قاعد لانه دي ما قضايا انا بختلف معاك فيها، عرفتها؟ دي ما القضايا الاساسيه، وانا بجي برد لك على لخبطتك وكلامك الفارغ واستدلالاتك. الناجرة انت الان جوا الركن، دي استدلالات ناجرة جوا هنا، انت ما سبقك عليها واحد من اهل العلم. لو انت صاحب تحترم العلماء، قال بحترم العلماء. شيخك الترابي قال ابو هريرة ده كان زول لفاف ساكت يا ولد، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. داري الودي يجي يلعب علينا نحن بحترم العلماء، ينبذ الصحابة. قال كتلوا بعض في السلطة 2006 جامعة الخرطوم الميدان الغربي، شيخك الترابي. دار تجي تقول لي دار تحترم أنصار السنة وتطعن في الصحابة؟ دار تلعب علينا نحن؟ بعدين قال الأدب، وما الأدب؟ قام قال لي زعبوط، أنا ما عارف دي فيها تغاموس ومعناها شنو. ده نمرة واحد. نمرة اثنين قال لي أنت باطل ولا شنو؟ طبعا دي عادي، أنا ممكن أفتح فيك بلاغ، لكن ما مؤتمر شعبي، يعني مؤتمر شعبي ما غريب عليك، فهمت؟ وأنا كلامي مع أنصار السنة ومع غيرهم نقدي علمي. قبلك انا رددها لواحد سال سؤال قال لي نتعاون مع انصار السنه، قمت بينت له كلام انصار السنه انهم بيتعاونوا مع اهل البدع النوعك الزيك ده. انا قلت له الكلام ده باطل وكذا وكذا. واما مساله كواريك، الكواريك عباره عن الشكيه من الحق الذي وقع عليهم. ربنا سبحانه وتعالى قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. آيات ما بتعرف تقرأ. قال شنو؟ عرفتها؟ داري يتكلم يجر في الفاعل. قال المهم الكلام بيجي إن شاء الله. طيب نبدأ لكلامك من البداية. قال أنا منتظر نقدك للعقلانية، وقال نحن في القرآن ربنا قال لعلهم يتفكرون ويتدبرون، وقال القرآن ده نتدبر فيه كيف؟ بعقلك ولا بكرشك؟ أسد أدب؟ وينو بتاع الأدب ده؟ ده أدبك ولا بيكرشك ولا عندك حاجة تانية يا زول؟ الشغلة بتاعت الشفتنة بتاعتك دي نحن بنعرف لها، وقت تعمل فوق الوضن جيط وبتلمز وبتغمز بالكلام بنعرف لها تماما، فهمت؟ أما مسألة التدبر والعقل نحن دي ما مختلفين معاه، إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل وفضل الإنسان بالعقل حتى يعقل كلام الله. وسمي العقل عقلا لأنه يحجز. أنا باصل لك المزلة يا ودي، بتنجر يا بترفع بالجر في الفاعل. أنا باصل لك. سمي العقل عقلا لأنه يحجز عما يستقبح، فهمت؟ ربنا قال عن أهل النار
قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا شنو في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالعقل نحن ما مختلفين إنه مهم، وإنه العقل ربنا ميز به، وعشان كده ربنا حرم الخمر ليه؟ سؤال، الخمر ليه؟ ها؟ لأنها تذهب بالعقل، حفاظ على العقل، دي ما بتورينا لا أنت ولا شيخك الترابي، دي عارفيننا. لكن العقل حدوده مع الدين شنو؟ أنا دايرك تديني بالعقل، عذاب القبر ماف، دي جبتها من العقل، وين أكتب عندك؟ وين الودة؟ وين وأنا داير أناقشك الليلة؟ الكوارث وتستعطف أنصار السنة وتستعطف الطلاب، ما بحلك مننا، ما بنخليك، فهمت؟ عذاب القبر أنت قلت بالعقل مش؟ ورينا يا تؤاية فهمتها بعقلك إنه عذاب قبر ماف، يا تؤاية فهمتها بعقلك إنه المسيح ما نازل، يا تؤاية فهمتها بعقلك إنه اليهود والنصارى ما كفار، يا تؤاية فهمتها بعقلك إنه الصحابة قاتلوا في السلطة، ده وين ده؟ قال شيخك الترابي ما بنخليك، ما بنخليك، وين؟ أمرق لنا بالعقل، مش قلت بالعقل؟ أكتب الكلام عندك، أكتب عندك وبديك فرصة تاني، ديك تاني فرصة ترد لي على الأسئلة دي كلها. طيب، فأما استدلال تاني قال شنو؟ قال قال أنا أستغرب إنه الشعبيين علمانين، قال لو ما الشعبيين ما كان رفعت صوتك في البلد دي، وده ذاته من الشرك بالله. الكلام ده أنا ما قلت مشرك، لكن كلامك ده شرك. الدليل على التفريق بين القول والقائل قول الله سبحانه وتعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر. فهمت الحاصل؟ قالوا كلمة الكفر، فكلامك ده شرك. قال لو ما نحن، لو ما نحن، قال ما كان اتكلمت هنا، لو ما ربنا سبحانه وتعالى. توحيد تبتلعب ولا جنوه؟ لو ما ربنا عز وجل. طيب لو ما انت، ليه أولادك شاتوك برا؟ شاتوك برا ليه؟ ها؟ شاتوك برا ليه؟ لو ما انت، ده كلام فارغ ساكت. طيب وانتو قال ما من الرجال، وانتو ده كلام فارغ ساكت، خليه تجي حارب نشوف اللي بيحصل شنو. ها؟ بعدين انت مش قلت داير تمسك البلد الترابي، مش قال كده وهي لله وكده كلام زي ده؟ طيب انت داير تبقى هي لله ساكت؟ داير بس تاكلها ساكت؟ داير تاكلها ساكت؟ فهمت؟ وده ذاته هل ده طلع؟ ده كان مع ناس كسلة؟ جون ثبتنا معاك، هل انت كنت مع الرجال اطلعوا؟ قال نحن اطلعنا، يعني هو مرق مركبتين انت؟ ها؟ ادينا سيلفي مع جون قرن، مركبتين داير تلعب علينا نحن؟ اوه خطابك في الواطة ده والله نحن ننجمك به، خطابك ده نحن بنريحك لو داير بنوريك له، لكن نحن دايرين انك تناقش لنا افكار الترابي، افكار الترابي اللي بيقول فوقه انه عذاب قبر ما في كفر بالله، فهمت؟ اللي بيقول فوقه انه عيسى عليه السلام ما نازل اخر الزمان كفر بالله، جيبه، فهمت؟ داير تلعب علينا نحن؟ طيب قال انتم منافقين، مؤتمر شعبي وداعش كمان تكفيري، المنافقين ده شر من الكفار، ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الواد تكفيري، مش هسي قال لنا كفرتوا أبزيد وكده، ما كفرنا، شيخ أبزيد الله يرحمه، شيخ الهدية الله يرحمه، ها المات من أنصار السنة الله يرحمه، فهمت؟ ما كفرنا، ما كفر، سيضغطوا بذاته ونحن قلنا الله يرحمه، فهمت؟ لكن أنت الآن قلت نحن منافقين، ده تكفير ولا ما تكفير؟ ها؟ ده تكفير ولا ما تكفير؟ يا مؤتمر يا شعبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم، فهمت؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، عشان تعرف عقيدة المؤتمر الشعبي يكفر الناس المخالفين له. طيب ما تعتبرني أنا مش قلت في أدب خلاف؟ اعتبرني أنا مخالف ليك ويتأدب معي في الخطاب، ليه الأدب بينك أنت وبين أنصار السنة وأنا ما معي أدب؟ ليه؟ الآيات ما بتنزل فوقي؟ هل نزل لك وحي ونحن كنا نايمين؟ بنفذ لفظه ده، هل نزل لك وحي ونحن كنا نايمين؟ ولا أنت بتفهم القرآن بكرشك؟ ولا أنت باطل نفس الوسخ اللي بتقول فوقه ده؟ أوعك تلعب، والله نحن بنمسكك بكلامك، ده كلامك اللي قلته على نفسي أجند براقش، ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تخوي ساكت؟ ها؟ والله نحن أليق من الصوابين،
وامسخ من مويه الترمس، عشان كده ما تقعد تتهابل، دي هباله منك، فهمت؟ وما ناقشت قضيه موضوعيه نحن طرحناه، ولا تكلمت عن العقل، لا تكلمت عن العقل، قلت العقل مهم، اي زول بيقول العقل مهم، والايات كثيره فلا يتدبرون وكذا، وما حافظ الايه من البدايه لكن مشينا لك، فهمت؟ مهم العقل شنو؟ تعال ناقش. العقل اللي بينكر عذاب القبر دليله شنو؟ مش قلت كده؟ تعال خش ناقش، بفتح لك فرصه ثانيه، دي قضايا اساسيه تجي تناقشها، عشان ما تجي تكورك ساكت، لسه مصير على انه اكورك، والكوراكو انا اقوم اعرفه لك، ما انت قلت زعبوط، زعبوط دي شنو ذاته؟ عون الشريف قاسم ما جاب ذاته في المعجم بتاعه، بتاع الالفاظ السودانيه. فهمت؟ الكواريك ده زول بيصرخ ويرفع صوته من غير علم بس. ولا كيف يا شباب؟ مش هو ده زول البكوري؟ طيب قال تكفروا ابزيد كذاب. بتنك وين في انصار سنه هنا؟ لو في انصار سنه وين كفرنا ابو زيد؟ اتحداك ليه تكذب يا اخي؟ ما سمعت ناصر روضه قالوا الكذب حرام يقطع اللسان من ورا وقدام؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ليه تكذب يا اخي؟ ونحن قاعدين كمان تكذب؟ نحن قاعدين ما مشينا، كان تخلينا نمشي، تكذب ونحن قاعدين؟ طيب قال الدين فيه ادب خلاف وما جاب ادب واحد من اداب الخلاف. قال الدين ما فيه عنتريه ورجاله. وطيب بس انت بتقول انت باطل ولا شنو دي شنو؟ ها؟ ونحن مشينا ودي يعني بتمن على المسلمين يعني؟ ومشينا وانتم ما فيكم راجل، دي شنو دي؟ ده خطاب شنو؟ انت ما تكون متناقض، ما تخليك زول متناقض. طيب قال ايوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق، صح الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيق، لكن ما في احايين كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيق، ليه تقول لي انا باطل وزعبوط؟ زعلتني والله. ها لقد خدشت مشاعري. الرفق ده ما بينزل علي انا ليه؟ الرفق بتاعك القدت ده ليه ما بينزل علي؟ يبقى الرفق بتاعك ده ما حق الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالغلظ على اهل البدع والضلال من الدين، فهمت؟ زي ما الرفق على المؤمنين من الدين، فهمت الحاصل؟ عشان ما تجي تخلط الكلام. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاره اليهودي مات على غير الاسلام، قال لما وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك قال ابكي على نفس. ابكي فعل مضارع لانه سبق بالهمزه، فهمت؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره انا، وعلى حرف شنو؟ حرف جر تجرك هنا انت والمؤتمر الشعبي، فهمت؟ ونفس مجرور بعلى ويكون علامه جره الكسره، لكن الود ده قام قلب الكسره الى ضمه، بدل ما يقوم يكسر الاسم المجرور قام رفع الاسم المجرور. وهو بيقول لك يتفكرون ويتدبرون، طيب ما تدبرت في دي ليه؟ فهمت؟ عشان تعرف اللعب. انت ما عندك مؤهلات التدبر والعقل، دار تجي تتدبر وتجي تنزل نصوص بغير مواضعها وغير محلها. طيب قال المؤتمر الشعبي نواة الاسلام دل، قال ما انت الراجل اللي بتطلع جونجرنج. طيب الترابي لما حصل الانفصال مشى لجونجرنج ليه؟ ها؟ ولا او مشى لسلفاكير، مشى للحركه الشعبيه ليه؟ وفي النهايه ابو يقابلوا ذاته، رضينا بالهم والهم ما راضي بينا، فهمت؟ مشى ليه وليه؟ ده ما سؤال؟ طيب قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، قال الاختلاف سنه الحياه. ربنا قال الا من رحم ربك. ها؟ ولذلك خلقهم، ربنا خلقهم للرحمه وللائتلاف. ربنا خلقهم كده، لكن الناس سنة الحياة أنهم لا يجتمعون، لكن الأمر الشرعي الذي أمر الله به ويحبه الله أن يجتمع الناس. ربنا ما خلقهم للخلاف، ربنا قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني هل الله بيدعو للخلاف ولا الله بيدعو للوحده يا اخواننا؟ الله بيدعو لشنو؟ بيدعو للوحده. ربنا سبحانه وتعالى قال واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شوف الزول ده التدبر بتاعه وصلوا لوين؟ إنه القرآن بيدعونا للخلاف. طيب وقت القرآن بيدعو للخلاف سلمنا معك، أنا ما شغال في الموضوع ده، أنت زعلان مالك؟ أفرتق لك الأمة دي كلها زعلان مالك؟ عشان تعرف ذاته. أنا ما أعرف يا تعقل ها ويا تفهم فهمت ويا تتدبر ويا تتفكر. لسه أنا ما بخليك أفكار الترابي دايرك تجي تناقشني بالعقل، مش داير نقاش علمي وهادف، أنا معاك للنهاية إن شاء الله. طيب قال وإني أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الآية ما كده، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وهذا يقال في باب المناظرة يا ود الحلال، ما تقعد تنجر ساكت ها. الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في باب المناظرة بعد ما أقام عليهم الحجة، قال لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال ما تقول أنت الحق براك، لا بقول هو، لو أنا ما الحق براي جاي هنا ليه؟ وهو ذاته ما قدر يقول النظرية، اسم النظرية نظرية النسبية، أن رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أنا لو عندي احتمال زي ده، عشان كده ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. أنحنا ما على شك ولا على ريب، ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه معناه شنو؟ معناه لا شك فيه. أنا لو جايك هنا كويس، أنا لو جايك هنا على أساس إنه أنا على باطل أو احتمال أكون على باطل ما بجيك، لكن داري شككك يقول لك أنت ممكن تكون أنت على حق لكن يقول يمكن أكون على باطل. لا، المنهج اللي أنا بقوله ده بدخلك جنة الله عديل، لكن أنا ده خاش الجنة ولا النار دي عند الله، ولا كيف يا أخوانا؟ الدليل شنو؟ في البخاري ومسلم حديث سهل بن سعد الساعدي، أنا بديك أدلة وأنت بتنبز وزعبوط وبتجيب لك كلام ذاته ما له أول ولا آخر، فهمت؟ واحد قاتل مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا لا يترك شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بسيفه، إلا شنو؟ إلا يتبعها بسيفه، يعني زول قاتل قتال شديد. لما رجع العسكر ده لجاي وده لجاي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا ما أجزأ أحد مثل ما أجزأ فلان، الصحابة قالوا زول بيلحق الزول ده بافه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا هو من أهل النار. ما قالوا يمكن يكون كلام الرسول حق على حق ويمكن باطل ويمكن ويمكن لا. الصحابي تبع طواله قال تبعته إذا وقف وقفت وإذا قام قمت، قال حتى أثخنته الجراح فوضع سيفه على الأرض ووضع ذبابه بين ثدييه ثم نحر نفسه انتحر. فجاء ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أنك رسول الله. قال ومما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، تبعته إذا وقف وقفت وإذا قام قمت حتى نحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. فهمت الحاصل؟ أنا كلامنا بأدلة ما كلام سيء. طيب قال ده دليل عشان تشوف التكفير بتاعه، الود ده تكفيري، انت عارف الموضوع ده؟ ده منهجه، رضا ما رضا ده موضوع تاني. قال انت علاقتك بالإسلام لنا نحن زي علاقة حبوبتي بالكيمياء، وهو ذاته نبس حبوبته ونحن نحسب أن حبوبته امرأة طيبة عافاها الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كانت حية أن يزيد في قدرها وأن يوفقها للخير، وإن كانت ميتة أن يرحمها. شوف الزول ده يعني يوقع حبوبته في ورطات قدر كيف، حبوبتك تدخلها هنا شنو؟ هل ده من الأدب؟ قال هسي لو في زول علمني دي حبوبتك انت ما احترمتها، قبالك وكيد قالوا صار سنة علموك انت ما احترمتهم، هذه حبوبتك ما احترمتها انت. عشان كده انت ما تقعد تلف وتدور، تعال ناقشنا في الموضوع في العظم. رأيك شنو في عذاب القبر؟ رأيك شنو في نزول المسيح؟ رأيك شنو في انه الترابي قال النصارى ما كفار؟ رأيك شنو في الكلام ده؟ تعال ناقش نقاش علمي، اكتب الكلام ده. ودي النقطة الجوهرية الخلافنا معك،
ده كله عبارة عن خربطة وزعبطة منك، وده اللفظ بتاعك وكلام من غير علم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. أنت ما بتعرف الاسم المجرور بيرفعوه ولا بجروه ولا بيكسروه ولا بودوه المؤتمر الشعبي، ما عارفه أنت. دار تجي تتكلم في الإسلام وتجي تكفرنا كمان، تقول لنا علاقتكم بالإسلام زي علاقة حبوبتي بالكيمياء. والله أنا ما لقاني تكفير زي ده، ها تكفير عجيب ذاته. ومرة يقول نحن منافقين ومرة نحن باطلين ونبز عجيب، ويتكلم عن الأدب. طيب أنت ما تبقى زينا، نحن مش منافقين وكذابين وناس مجرمين وكذا، أنت ما تبقى زينا. ربنا قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوف الآية دي فيها شنو؟ أفلا تعقلون، مش أنت بتتكلم عن العقل؟ الآية دي فيها أفلا تعقلون. طيب قال لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. معليش يا أخونا أنت فاهم غلط. الهداية نوعين، الهداية نوعين، هداية بيان وإرشاد، وهذه للرسل ولأتباع الرسل، وهداية توفيق للقلوب، وهذه بيد منه يا أخوانا؟ بيد الله. الدليل ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آيات ثانية ربنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هل القرآن متعارض؟ متعارض؟ لا، لكن الهداية دي بتتكلم عن هداية القلوب، والهداية الثانية بتتكلم عن شنو؟ عن هداية البيان. ونحن ما ماسكين هداية القلوب، نحن بنبين الحق للناس وبنبينه بصراحة، وبنفضح عقائدكم انتو شعبيين او انصار سنة او غيرهم، بنفضحها بالكتاب والسنة، وده الغايزكم انتو كمؤتمر شعبي. فهمت؟ طيب فالآية دي ما فيها دليل، ما فيها دليل على انه الانسان يفرق دينه. وقام جاب القاعدة بتاعت حسن البنا، قال نعمل جميعا، قال في المسائل الكلية والمطلقة، وعبارة قال هو، والمسائل اللي اختلفنا فوقها قال نتناصح فيها وكده. لا 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 لا، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، ديك قاعدتك ديك حقت حسن البنا، دي قاعدة باطلة ما بتلزمنا نحن، تخالف القرآن. أما القاعدة الصحيحة وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم، شوف الآيات دي شديدة كيف، من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فهمت؟ فما الإنسان يقعد يتلاعب بالأدلة ويلخبط الأدلة، ما جاب له معلومة واحدة صحيحة غير النبز ها والكلام الفارغ. فهمت؟ كلام كله استدلالات، كلها ما في محلة، كل الاستدلالات دي ما في محلة، وما سبق على أحد من الناس ولا تسعف في ذلك لغة العرب، لغة العرب ذاتها بتسعفك في كلام زيد. فهمت؟ لأنه ذلك ده اسم بتاع إشارة، اسم ذلك ده اسم موصول ولا اسم إشارة؟ اسم إشارة، ما بتسعفك. فهمت؟ فما تلخبط ساكت، ما تلخبط. نحن تكلمنا بعلم بأدلة، قلنا أنصار السنة على باطل، صار سنة بكرم الصوفية وبيمشوا مع أنصار المهدي وبيمشوا معاك أنت، وأثنوا على الترابي المركز العام، جو قالوا فقيد الأمة والترابي وكده، ونحن بنعتبر ده غلط، ما بيجوز الثناء على أهل البدع، ما بيجوز. الترابي جاب بدع في الدين، جاب بدع في الدين. الترابي في كتاب الدين والفن يدعو إلى الغناء وإلى غيره من هذه الأمور. فهمت؟ وإن كان إحنا خلافنا مع الترابي ما في الأمور الغناء وغيره وكده، لو كان ده الخلاف كان أهون، خلافنا معه في مسائل في العقيدة فوق. الترابي قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتزوج خديجة وعمرها 40 سنة. ده الترابي قال الكلام ده في جريدة إما أجراس الحرية أو جريدة بتاعت الهندي عز الدين، اسمها شنو؟ لا ما الأهرام، الثانية آخر لحظة، عرفتها؟ الترابي يقول في جريدة أجراس الحرية بتاعت صلاح الدين عوضة، قال تطبيق الشريعة لا يجوز. الترابي قال شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ده كلام سياسي، ورينا مش احنا متخلفين وكده، ما تنزل لمستوانا، خليك انت الود الفاهم والود اللي عندك العقل، وبين للطلبة. انت قلت الطلبة عندهم عقل والحمد لله، ونحن ما تكلمنا في الطلبة، احنا تكلمنا عنك انت. فهمت؟ الطلبة بميزوا الحمد لله، ورينا شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، ده كلام سياسي كيف؟ ده قالوا شيخك الترابي. فهمت؟ لازم تناقش لنا المسائل دي، المسائل دي لازم تناقش لنا. فرصة مفتوحة للمداخلات، فرصة مفتوحة للأسئلة والمداخلات.
فرصة مفتوحة، إذا ما في زول غيرك بنديك فرصة مفتوحة، فرصة مفتوحة ما في، تفضل. طيب يا أخوانا السلام عليكم مجددا، إن شاء الله يعني ما نكتر عليكم. أول حاجة ما في كهرباء. خليه عشان ما نحن الزول ده في حاجات يا اخواننا مفترض الناس اول حاجه تثبتها. اتكلم كلام انا حضرت منبر جزء من كلامه وجيت علقته، بعد ذاك هو واصل في الهجوم وفي شنو وفي في التحميل على 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 كلام، برضه حاول بقدر الامكان يهاجم هجوم برضه ما في حتته. مثلا قال لي شنو؟ قال لي انت اتكلم عن انه احنا كفرنا وما كفرنا، انا ما كفرت هذول. قال لي ما تتعامل معانا بنفس الاسلوب، عشان ما تتعامل بنفس الاسلوب، هيدي اخلاق الدين برضه، بنفس الاسلوب. قال لي يا اخي انت ما تتعامل معانا بنفس اسلوبك مع انصار السنه والاخوان المسلمين، وقلت في ادب خلاف وما كفرت انصار السنه انا صح، وما كفرت اخوان المسلمين، كفرت انا ما كفرتك، انت كفرت انا كلنا يا مولانا. انت وقفت قلت كيف ما اقول انا الحق، اهم حاجه قال في وقفتي دي انه اقول انا الحق. بعد ذاك لانه قال لو قلت انا احتمال انا الحق وما الحق ده، واحتمال انا باطل واحتمال انت صح وانا غلط، ده تشكيك من البدايه. قال دار يقطع الكلام انه هو الحق، ده الخلاف هنا. انا لا بكفرن لا بكفرك، انت اذا كفرتك طوالي بيكون شفت امتثالا لقوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تقول كفرنا اقول لك انت كافر، تفيد طوبه نديك طوبه الدايره بس، لانه ربنا قال كده. قلت كفار مش انت قلت الترابي كافر؟ يا اخي انت من ما انتوا ما كفرتوا منه، انتوا ما المنتدى السلفي ولا واحد ثاني. نحن امشوا اليوتيوب ده كله كلامك، مزمل الفقير ده ما معك كلامكم واحد ولا ما واحد؟ مزم الفقير ده ما في زول في الدنيا ما كفره، ما في. عشان كده انا قلت لك اسلوبكم بتاع التكفير ده غلط وده كلام ما صح، واذا انت بتكفر الناس ما غالبه تكفر. يعني شنو انت قال كلمه كافر دي صعبه؟ ما كلمه. اذا انت قلت لي لا انا بقولها لانه انا متاكد انه انا على الحق، يعني انا متاكد انه انا على الباطل؟ ما انا برضو على الحق حاقول لك كده، لكن الصح انه اقول لك يا اخونا كده يا اخوي نحن الاثنين عندنا راي. مثلا زي شنو؟ قال لي رايك شنو في كلام الترابي عذاب القبر في حاجه ما يعرف الزول ده؟ انا طارق بابكر ده مختلف مع الترابي في الراي ده، لكن في النهايه ده رايه واحترمه ونتناقش، واحد فينا في النهايه اي واحد حسب حجته. ليه؟ لانه ابن تيميه في كتاب الفتاوي قال بفناء النار، قال النار تفنى ما خالده، وربنا يقول خالدين فيها. لو اتكلمت بمنهجك ده هكفر الامه كلها انا. شنو يعني؟ وانتم كثير قلتوه غلط، انت قاعد تدعو لحاجات كثيره بتخالف، لكن السؤال هل اي حاجه قال الترابي ده كلام المؤتمر الشعبي؟ هذا الغباء انا ما بينفع معي. الان انت لانك ما تيار، انت ما قادر تفهم الفرق بين الاراء والاجتهادات اللي بتمثل اجتهاد شخص وبين الافكار الكليه لحركه او تيار اسلامي متكامل يسعى لتنزيل الدين في الحياه الخاصه والعامه. ذاك مشروع بتاع جماعه، يعني شنو؟ المؤتمر الشعبي برنامجه العام اللي بيتكلم فيه عن كيف نفعل في الاقتصاد، كيف نفعل في العلاقات الخارجيه، كيف نفعل في بناء الامن والجيش، كيف نفعل في 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 قضايا التشريع والبرلمان والمجالس التشريعيه، ده راي امه وجماعه. دي افكار مستمده من الدين ومتفقين عليها الاف وملايين من ابناء الحركه الاسلاميه المتمثلين في كيان يمثلهم اسمه المؤتمر الشعبي. والإشارة هنا ذاته ليه سموه شعبي؟ لأنه بيفتكروا إنه جاي من الشعب كده. لكن أما الترابي قال في عذاب قبر ولا ما في،
ده ما بيقولوا المؤتمر الشعبي قال في عذاب قبر ولا ما في، ده اسمه الترابي قال. الترابي يقول ما في عذاب قبر، 3 مليون جوا الشعبي يقولوا له في عذاب قبر. فهمت يا مولانا؟ في ولا ما في؟ انت حجتك شنو يا شيخ؟ حجتي 1 2 3 4 5، نحن حجتنا 1 2 3 4 5. ده اسمه راي فقهي لحسن عبد الله الترابي، مش المؤتمر الشعبي. المؤتمر الشعبي ده الكيان اللي بينظر في كيف تستمد الأمة الإسلامية ميثاق وعهد ودستور مستنبط من القرآن الكريم. كيان ده ما الترابي، ده المؤتمر الشعبي. سمى مؤتمر ليه؟ لأنه هو ما حق فرد. لا من تقول مؤتمر شعبي، مؤتمر سلفي مثلا معناه في 5000 سلفي جايين يتلموا يسموه مؤتمر. لكن لو قلت مؤتمر ترابي ده شيء تاني. ده أنا قلت مؤتمر شعبي يعني 7 مليون عضو، ده ما الترابي، ده 7 مليون من كسل وكردفان ودارفور وبرسودان وكذا متلمين. دي ما قضيتهم في عذاب قبر ما في عذاب قبر. واحد يقول ما في، دليلك شنو؟ ترابي قال دليلي قوله تعالى أن آل فرعون النار يعرضون عليها، ده دليله. يعني شنو يعرضون؟ وده ما الترابي براوي يا اخوانا. انا واحد من الناس اتناقشت مع شيخ حسن ربنا يرحمه ويتقبله، قلت له الكلام ده كيف؟ يعني انت قصدك استدلالك شنو انه ما في عذاب قبر؟ قال لي يا ابني انا نقاشي ما في، نقاشي هل العذاب بعد الزول يموت العذاب في الروح ام في البدن؟ اتناقشنا فتره وانا مركته، قلت له والله انا غايته طارق ده ما عارف، لكن الموضوع ده تقريبا كده والواضح جدا بكل ادلتك وكده ما مقنع بالنسبه لي. كلامي ده مش طارق بابكر، ملايين ما مقتنعين بالفتوى دي. لكن هي في النهايه مجال للبحث وصراع للادله، ما كلام بتاع عباطه. في النهايه هي مساحه للتفكير ومساحه للبحث العلمي. ليه؟ لانه اخر حاجه مولانا الشعراوي ربنا يرحمه ويغفر له عنده فيديو لافت تكونوا حضرتوه في اليوتيوب، سأله في قناة المصرية ما الفرق بين عذاب الآخرة وعذاب القبر؟ الشعراوي ربنا يرحمه قال لهم لا ما تلخبطوا، قال لهم ما تقول عذاب قبر وآخرة، العذاب في الآخرة. قالوا له كيف؟ قال لأنه ربنا لا يعذبنا قبل أن يحاسبنا، والحساب في يوم القيامة ولا قبل يوم القيامة. المزيع قال له الحساب بعد القيامة تقوم، قال له خلاص إذا لا عذاب إلا بعد الحساب. ده رأيه. طوال أقول له كافر يا اخي، اذا اخطا هنا، اذا اخطا او اصاب، انا بتكلم معك كلام عام انت ما فاهمني. اذا اخطا مجتهد وهو في النهايه نيته واهدافه العليا الشعراوي وكل علماء المسلمين هي رفعه الدين، اذا اخطا يسجل له سيئه. طيب عنده كم حسنه مع الله سبحانه وتعالى؟ انت ما بتحكم عليه. اذا فلنفترض مش قال مثلا، فلنفترض زنا عديل زنا يسجل شنو ده؟ طيب الزول ده زنا سجلت سيئة، مولانا فلان الفلاني زنا، يوم القيامة وقد توضع الموازين بالحق وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذا ثقلت أو ما ثقلت دي بتحددها أنت؟ إلا إذا أنت ابن الله ورينا، إذا زي ما بيقولوا المسيحيين يعني أنت معناه ما بشر، أنت جاي من فوق تزغل الموازين. طيب سؤال، من الذي يحدد إنه فلان ده حسناته حتكتر حترجح ولا سيئاته حترجح؟ منو اللي بيحدد؟ سؤال، منو يقدر يقول؟ أنا دارت معك سؤال، نختار اسم عشوائي. مثلا أنا جريت الزول ده حسه، الزول ده وقفته في النص، تقدر تقول لي الزول ده يوم القيامة حيترجح يا تكفى الحسنات ولا السيئات؟ إلا إذا أنت الله. مش شان كده وكيد زول يخطي أو يصيب، ده ما موضوعك. وأسوأ حاجة في الدنيا، آخر حاجة دار أقولها بس يعني أنا، لأنه في حاجات دار سريع وقت الزمن كبس يعني، ما مشكلة ما بنصلي ونجي توراكم حاجة، ما الدعوة دي ليوم القيامة شفتها؟ الدار أقول لك دي أختم بنقطة خلاص، خلاص جدا الطلاب كلهم موجودين. نختم بالفكرة ذاتها، الحاجة دي حدد الله سبحانه وتعالى، الحسنات والسيئات الأكثر يا تو دي حدد الله،
ما بحدد الزول. عشان كده النقطة دار اختم بها. اي انسان يرجو الفلاح، الفلاح انتوا عارفين الاخسرين اعمال الناس الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون انهم يحسنون صنع ذيل منه. غالبية الناس بينشغلوا بذنوب وعورات واخطاء الاخرين ويهاجموها ويباروها من حتة لحتة، وينسى انه هو اكبر مخطئ ومغصر في الدنيا. ده بيمشي بكم مباري الناس يتورط يلقى نفسه هناك زيرو زايد. السلام عليكم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتحدث بتاع المؤتمر الشعبي حرف النقاش، انت اتهمتنا بتهم، انا ما بخليك لانه اتهمتني بتهم، ها انا ما بخليك. وفي مسائل نطيت منها، قلت ما قلت لنا منافقين، ما مشكلة. بعد الصلاة ما تكورك، بعد الصلاة انا بفتح لك فرصة، عرفتها؟ ما تكورك من برا، بعد الصلاة بفتح لك فرصة. انت تكلمت، انا قعدت جنبك وطلبت منك تقيف، انت وقفتها. خلي عندك ادب النقاش، انت من قبل بتدعو للادب، ليه الادب معي ما يعني ما تعمل؟ فهمتها؟ طيب فانت قلت لنا منافقين، قال ولا ما قال يا شباب؟ قال منافقين، ده تكفير ولا ما تكفير؟ ولا انت ما عارف التكفير؟ منافقين، هل لو انا قلت لزول منافق، ربنا قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. المنافقين ربنا قال عنهم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ربنا كفروا في سوره التوبه. انت قلت لنا منافقين، انت المفروض تقول، مش تقول انا ما كفرتكم، كفرتنا، لكن تقول انا كفرتكم وتبت، ما بخليك لانك كفرتنا. والكلام اللي قلته ده كله لابد ينزل فينا، انا لسه ما بخليك. طيب ليه؟ ليه؟ لانه انا نقاش علمي، ما نقاش بتاعنا بس، ما نقاش بتاعنا بس. وهو بس بيقول لي كفرته وكرر المساله ثانيه، كفرت كل الناس ما خليت زول. لا والله ما كفرنا ابو زيد، كفرناه جيب وسيغه من هنا ليوم القيامه بتجيب، ما كفرنا شيخ ابو زيد. ولا خوفا، والله لو كافر نقول، عرفتها؟ قلنا الترابي دي قلناه، قلت انا وقال ابو بكر وقال الشيخ مزمل، وما راجعين منا ودارينك تناقشنا في الموضوع ده، فهمت؟ وده مش من باب الراي والراي الاخر، انا اعتقد انه كافر وانت بتعتقد انه ما كافر، فرايي صح يحتمل الصواب او يحتمل الخطا، ورايك خطا يحتمل الصواب، ما في حاجه يعني ما تزعل. وانت منفعل ومعرق وبعد ده بتقول انا ما مباري الشيخ، دي ما يا هل حورنا ذاتها، معليش ما تزعل، لكن ده كلام علمي من كلامك بس، لسه انا ما جيتك للتقيل. طيب قال ما قال 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 ما كفرتك، ها؟ وانت قال يعني انا زول قاعد اكفر الناس لانه بقول انا على الحق. انا لما قلت على الحق معناه غيري كافر، لا، ده مفهوم غلط في راسك، المفروض تشغل عقلك. ليه؟ لانه لما اقول انا مثلا انا عن الحق، انا بتكلم عن شخصيه ود الحلال، انا بتكلم عن منهج الاسلام. منهج الاسلام فوق التوحيد، فوق الاتباع، فوق عذاب القبر، فوق نعيم القبر، فوق نزول المسيح، ده منهج الاسلام. اللي بيطبقه نرجو له الله يدخله الجنه، اللي ما بيطبقه نخشى عليه يمشي النار، اللي ما بيطبقه تعبان، لكن اللي بينكره زي الترابي ده نحن ما بنخليه. بعدين ربط له مسالتين غلط، قال انتوا تكلمتوا في الترابي، وبعد ذاك قال انتوا ما بتضمنوا انه فلان من الناس سيئاته او حسناته. منو اللي قال كده؟ انا قلت الكلام ده؟ أنا قلت الكلام ده، أنت ليه بتقولني كلام وبترد علي؟ ما هذا كلامي محفوظ وأنت سجلته عندك، ليه تقولني كلام ما قلته؟ ها؟ أنا أديك حديث كمان، ده تضيفه بعدين لما تجي في الفرص الجاية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل كان بيلقى رجل يبارز الله بالمعاصي، وبرضه لسه جايك لحتة الأمثلة اللي ضربتها في الزنا وغيره. فبينصحه، ذاك ما بينتصح، يعني ما بيقبل، بينصحه ما بينتصح، في النهاية الراجل اللي كان بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر قال والله لا يغفر الله لفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان قد غفرت له. اللي بيعمل المعصيه واحبطت عملك الصالح. فنحن ما قاعدين نقول الكلام ده، ما تقولنا كلام نحن ما قلناه، حرام الكلام ده ما بجوز. انا ما قولتك ولا قولت الترابي كلام ما قال، ما تقولني كلام انا ما قلته. طيب قال ما مزمل الفقيري ما في زول ما كفره. طبعا انا ما داري اخش معاك في دلالات اللغه وكذا، وانه ده ما تدل العموم وكذا، لانه ده موضوع كثير عليك، لكن بقول لك الناس اللي تكلم فوق مزمل من انصار السنه كلهم ما كفر واحد فوقهم. ليه يعني انت تكذب على مزمل؟ لا كفر انصار السنه؟ لا والله ما كفر، والله انت ما فاهم الموضوع.
والله ما فاهم الموضوع. معليش انت انت شكله فلا يتدبرون داسي متاخره منك شويه فهمت. لكن ما كفروا. كفروا وين؟ والله وبالله وطالله الان تجيب لي مزمل كفروا الان اتبرى لك من مزمل، رايك شنو؟ وانا ولا تابع له مزمل ذاته. ما كفروا يا اخي، ما كفروا، هو العكس اللي حصل، هو محمد مصطفى الكفر مزمل. ما تخلط انت، ما تخلط انت، ركز في الفيديو كويس عشان لما انت تنقدنا تعرف تمسكنا من وين، فهمت؟ ما تنجر ساكت، لانه نحن قلت لك بنمسكك بالمنقاش بنجيهك، تمام؟ فهمت؟ اي زياده كده نحن ان شاء الله بنزين لك بالقطعيه، فلا بد تكون كلامك مجيه. اسي انا كلامي من قبل مجيه، قلت لك الترابي قال شهاده المراه على النصف من شهاده الرجل، ده كلام سياسي. الايه اطول ايه في القران في سوره البقره على يدك الشمال الصفحه، ربنا قال فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان. هل ده كلام سياسي؟ هل ده كلام سياسي؟ طيب انا جايك لسه، قال انا طارق بابكر ما مقتنع براي الترابي، ده كلام كويس وده تحسن ذاته في المؤتمر الشعبي. هذه انت الان في مرحله ما مرحله انتقاليه كده، ونسال الله انك تهتدي لمنهج السلف كويس. فده كلام، ده كلام نحن هلا نحن نحب انه الناس ما يهتدي، يعني كونك تخالف الترابي ده شيء محترم جدا، ونحن نتمنى منه ما يكون ده كلام سياسي عشان تزر الرماد على العيون، نتمنى انه يكون ده كلام حقيقه. والكلام ده بفضل الله مسجل، اسمه منو قال؟ طارق بابكر. يتبرى من افكار الترابي، الحمد لله، هذه نعمه من الله. ذاك الترابي الضال تبريت منه، الحمد لله. والله ليلة الركن ده لو ما فيه الا انك تبريت من افكار الترابي، ما الا تبريت، ما قلت ما مقتنع، قلت ما مقتنع في قضيه في عذاب القبر براو، باقي القضايا كيف؟ لا لا ما بخليك، لا ما بخليك، ما بخليك يا اخواننا. شوف نحن عندنا دقيقه يا شباب، دقيقه نحن عندنا الزول لو ضل بباب والباب الثاني، والباب الثاني اهتدى فوقه، اللي اهتدى فوقه ده ما عندنا معاه خلاف، مشكلتنا معاك في الباب الثاني. الترابي في عذاب القبر ما معاه ده تمام، نمشي للباب اللي بعديه، نمشي للباب اللي بعديه. انت قال الترابي ورطته برا في عذاب القبر برا، عنده ورطات ثانيه ودى الحلال، انت قال بتمرق مننا اي حاجه جيت لها افكار الترابي ان شاء الله نمسح عليك هنا مسح، اديك لا ادله توريك بطلان ما عليه الترابي. طيب بعدين في مساله قال انا ناقشت الترابي، وين هنا؟ قال ناقشت الترابي والترابي قال قال ايوه، قال اتناقشنا هل العذاب في الروح او في البدن؟ لا 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 لا، الترابي في جامعة الخرطوم قال يا اخواننا، الانسان مكون من لما يموت مكون من البودي، والبودي ده يا اخواننا قال 60% مويه. اها قال لما يدفنوا يعني، وامريكا الان بتحرق والهند بتحرق، الترابي ما جاب مساله الروح، ما جاب مساله الروح، ما تكذب. الان اكتب في النت في اليوتيوب لو في واحد عنده شغال، اكتب الترابي والفتاوي ذات البلاوي، مقطع مع المقدم بتاع البرنامج اسمه طارق كبلو، اكتب الكلام ده جيبه لنا الان. ها ده واحد، وندوه جامعه الخرطوم 2006 اسمها تجديد الفكر الديني، فهمت؟ والشعبين قاعدين يكبروا له، فهمت؟ فهما ما مسألته في الروح براء، مسألته ما في الروح، وإن كان العذاب على الروح وعلى الجسد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد الفاجر، وذكر الحديث الطويل قال فيأتيه ملكان فيقعدانه. هل الروح بيقعدوها؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال فيقعدانه، ولا تمشي لمسألة ثانية مسألة السنة نتناقش فيها، ده برضو موضوع مفتوح لك، برضو تجي نتناقش فوقه ونشوف الحق وين، فهمت؟ وإن كان نحن مقتنعين تماما إنه رأيك باطل وضلال، والرأي الحق إنه في سنة وفي عذاب قبر وفي جميع هذه العقائد الموجودة، فهمت؟ فالترابي بينكر عذاب القبر نهائي، وقال ما فتحنا قبر، هل في زول بيشوف الروح؟ عشان تعرف إنه تحريف للكلام، كويس؟ المقطع هذا لي موجود، هذا لي، دي الندوة بتاعت الترابي، معلش بس الساوند ما شغال عشان أسمعكم. خليه بعدين لما يشتغل الساوند، خليه بعدين، عرفتها؟ فالكلام ده من الترابي باطل، اما استدلالك بالايه اهل فرعون قال الايه اللي بيستدل بها الترابي غلط، من سوره غافر استدلاله غلط. ربنا قال عن مؤمن ال فرعون لما دعا ال فرعون للايمان بموسى دارين يقتلوه، الحصل شنو؟ ربنا قال فوقاه الله سيئات ما مكروا
وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. لاحظ معي، يعرضون فعل مضارع، المضارع إما أن يكون في المستقبل أو أن يكون في جنوب في الحاضر، مش ربنا قال يعرضون عليها، بعد ذاك ربنا جاب ظرف الزمان ويوم تقوم الساعة. هل الساعة قامت؟ وهم الآن يعرضون على النار، وهم يعرضون على النار الآن، أها معناه يعرضون على وين؟ يعرضون على وين؟ في القبر، في القبر. يعني إن شاء الله بعد الصلاة نجي نكمل بقية النقاط ونفتح فرصة. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المتحدث القبل شوية بيحاول يثبت أفكار الترابي بطرق مختلفة. ممكن يا أخوانا الناس تقرب لو الصوت ما مسموع والمايك معليش صوتنا شوية راح. فحاول يثبت أفكار الترابي بطريقة أخرى، ونحن إن شاء الله بنرد على هذه الطريقة وعلى الكلام القيل. طيب، داري يطلع إنه نفس كلام الترابي قالوا بعض العلماء، وإنه العالم إذا قال قول زي هذه الأقوال إنه إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد عنده حسنة، قال وإذا اجتهد وأصاب فله أجران. الاجتهاد يا أخواننا ما متروك، الاجتهاد ما متروك على أهواء الناس. يعني الليلة ما ممكن واحد يكون ما قرأ طب ويتخصص وعنده زمالة ومعروف وقرأ وقرأ وادى شهادات ما ممكن يعمل عملية، صح ولا ما صح؟ كذلك العلماء وضعوا شروط للاجتهاد، من هذه الشروط أن يحفظ الإنسان القرآن ويحفظ السنة أو عموم السنة، وأن يكون عالما بلغة العرب، وكل هذه مفقودة في الترابي. الترابي ما حفظ القرآن، سألوه في قناة الجزيرة قالوا له، قالوا أنت بتحفظ القرآن بسبع روايات، قال ما أحفظ القرآن ولكن قرأت التفسير. برضو أوباما قرأ التفسير، شنو يعني؟ ده ما دليل لك. وهو يخلط في آيات من القرآن، الترابي ذاته الآية اللي بنتناقش فوقها قبل شوية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، الترابي قال ويوم تقوم القيامة، أو قال يوم تقوم أمر آخر، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الجبال جدد بيض، الترابي قال بيض صفر حمر خضر إلى آخر، وما هكذا نزلت الآية. فهو داري يقول لك برضو عندكم علماء قالوا بنفس القول، قام زلق له كلام قال ابن تيمية قال في الفتاوى إنه النار بتفنى. والله أجيب لك الفتاوى 37 مجلد، ما تمرق منها كلام زي ده، أتحداك تمرق لي من الفتاوى، إن شاء الله يكون جبس وينه، ها؟ أتحداك تثبت لي إنه ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى قال بفناء النار، وينه؟ خليه يجي خاشي، فهمت؟ ده كذب على ابن تيمية، ما قال، وإنما نقل عنه كلام الآخر، ده موضوع ثاني. قال المؤتمر الشعبي قال ده رأي ملايين، والترابي قالوا براو ده رأي الترابي، وقبل شوية وقت عاصرناه في عذاب القبر قال أنا ما مع الترابي، وقت قلنا لو بتنكر أفكار الترابي قال لما كلها. شفتوا اللولة وكيف؟ المؤتمر الشعبي عبارة عن الترابي، والترابي عبارة عن المؤتمر الشعبي، وإذا فقد الترابي فقد المؤتمر الشعبي، فهمت؟ المؤتمر الشعبي ينظر له الترابي ويقوده الترابي ويمشي بأفكار الترابي، عرفت؟ الآن المؤتمر الشعبي رؤية شنو في المرأة؟ الوضع له منو؟ وضع له الترابي. الترابي رأي شنو في الحاكم؟ هل يجوز للكافر أن يحكم المسلمين؟ المؤتمر الشعبي يقول نعم، وهذا هو رأي الترابي. والكلام ده مرقوه في الانتخابات الأخيرة قبل 4 أو 5 سنوات، فما تجي تقول لي تكذب علي، تجي تقول لي لا ده رأي الترابي وده رأي لما نعصرك، لأنه الشينة منكورة، فهمت؟ والواد قبل لقى المايك تمام وقال لنا نحن زي أنصار السنة ديل يلعب بينا، وأنا ما أعرف ليه الواد بغازل في أنصار السنة كده، ها؟ وما تكفر أنصار السنة، مع إنه الترابي هو كان سبب في مقتل مجموعة من المصلين في مسجد أبزيت في الثورة الحارة الأولى يوم الجمعة. الخليفي الحرس الشخصي لأسامة بن لادن كتل المصلين 11 مصلي يوم الجمعة في مسجد أبزيت ذاتهم، الكان داري يكتلهم منه، ده ما بيعاز من شيخك الترابي. ناس في الجرافة طعنهم بالسكاكين، ناس في مدني
الدار يكتلهم منو؟ ما الترابي. فهمت؟ عشان ما تجي تتغازل مع انصار السنه. وقلعت من انصار السنه مساجد، مع انه نحن ما عندنا اختلاف، لكن انا داير ارد على النقطه بتاعت انه الواد عنده ادب خلاف، كذاب ما عندك ادب خلاف. قلعت من انصار السنه مساجد، المسجد بتاع جامعه السودان جنب النفق قلعت منهم. قلعت منهم يا الترابي، مساجد كثيره جدا قلعتها منهم، وقفتها. بعد ذاك قبالك قال السعوديه قال تدعو الى التنصير، عليك الله. شو الزول ده كذاب كيف؟ من المية المؤسسين للمؤتمر الشعبي الاب فيليوثاوس فرج كاهن كنيسة الشهيدين، ده كوز ونصراني، كوز ونصراني قسيس رئيس الكنيسة الكبير، ده من المؤتمر الشعبي، عرفتها؟ من المية المؤسسين للمؤتمر الشعبي. تجي تقول لي السعودية بتدعم في النصرانية؟ تكذب علينا نحن؟ الترابي قال لا فرق عندي بين مسلم، بين رسمي وشعبي، وسني وشيعي، ومسلم ومسيحي صادق، ده الترابي. تجي تقول لي ما عندي فريق، او تقول لي السعوديه دعمت. السعوديه ادت الترابي بنك فيصل، ردموا له كله اكله. بنك فيصل انت قال فيصل دمنه فيصل العجب، وان كان احنا ما عندنا معه مشكله في دينه كده يعني. ما ده فيصل الملك فيصل الله يرحمه، هل دعمتك؟ هل السعوديه ما دعمتك؟ فما تقعد تكذب علينا ساكت. طيب اما الايه اخواننا من سوره غافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قال ده ما رايوا براه. قال ونقاش كان هل العذاب في الروح او في البدن؟ لا اول حاجه اخواننا الايه دي ابن كثير قال وهذه الايه اصل عند اهل السنه والجماعه في اثبات عذاب القبر. كده ركزوا معي في الايه. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن مؤمن آل فرعون، قام قال لهم قال يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال فستذكرون، ركز معي بس في الآيات دي عشان تفهم المزرعة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. لأن المؤمن ده لما قال لي قوم ناس فرعون، من ناس فرعون، قال لهم آمنوا بموسى، كانوا دارين يعذبوه ودارين يقتلوه، وقام المؤمن ده نصر موسى عليه السلام، وقف موقف مشرف، ربنا سطر لنا في القرآن. ربنا قال قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. دارين يقتلوه، حصل شنو؟ ربنا قال فوقاه الله سيئات ما مكروا. ركز في الآيات دي كويس. ربنا قال وحاق بآل فرعون أشد العذاب النار، سوء العذاب النار. سوء العذاب شنو؟ ربنا قال لك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شنو؟ أشد العذاب. ربنا قال لك النار دي بيعرض عليها آل فرعون غدوا وعشيا. بعدين ربنا قال لك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل العرض على النار ده، العرض اللي على النار ده في الآخرة ولا في الدنيا؟ ها اخوانا انتم مركزين معي؟ العرض العذاب على العذاب ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، في البرزخ. طيب هل ده يعتبر عذاب ولا ما عذاب؟ هل فرعون الآن حي يمشي في الأرض في أمريكا ولا غيره، ولا فرعون جوا الواطة في القبر؟ في القبر. يبقى ده فيه عذاب قبر ولا ما فيه؟ عشان كده ربنا قال في سورة ألف لام ميم السجدة، ربنا قال ولنذيقنهم، لأنه قام قال 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 الشعراوي، قال والشعراوي ده ضال صوفي. أنت قال الشعراوي دليل؟ الشعراوي ده صوفي بيعبد بالقبور، يقول لك تأكل القبة وتنادي الفكية وكده، ضال صوفي. أنت قال عنده موضوع؟ قال الشعراوي قال للمذيع، والمذيع مرجع يعني، ربنا قال فإن تنازعتهم في شيء فردوه إلى قناة الجزيرة. أنت لازم أعرف الموضوع ولا شنو؟ ها؟ ولا ردوه للمذيع؟ ربنا قال فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال للمذيع هل حاسبهم ما حاسبهم؟ إذا ما في عذاب. طيب أديك، هل العذاب المقصود؟ ربنا قال في الآية دي أن ربنا قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى ده عذاب ولا ما عذاب؟ عذاب. ربنا بيزيقهم له ولا ما بيزيقهم له؟ بيزيقهم له. طيب في القبر حاسبهم ولا ما حاسبهم؟ في القبر
حاسبهم ولا ما حاسبهم؟ بيفهموا هو اللي قالوا قبل ما حاسبهم. طيب ليه ربنا يعذبهم؟ ليه ده اعتراض بعد ده بقى على الله؟ يبقى مشكلتك ما معي انا وبكفر الناس وانصار السنه؟ لا 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 لا، ده معناه مشكلتك مع القران. فهمتها ترابلي؟ مشكلتك مع القران ما مشكلتك معي انا. فهمتها؟ فالشعراوي كلامه باطل. بعدين اديك ايات ثانيه غير دي. ربنا قال في سوره الانفال في غزوه بدر، ولو ترى من المشاهد في غزوه بدر ربنا حكى للرسول صلى الله عليه وسلم: اذ يتوفى الذين كفروا في محل نصب مفعول به. الملائكه فاعل، يعني الملائكه وقت تتوفى الكفار ماذا يحصل؟ اذ من ادوات الشر الجازمه وتدل على الحال. اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. هل يعني الايه معناها شنو؟ يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو شفت الملائكه يوم بدر وهي تقبض ارواح المشركين وتضرب المشركين وهي تاخذ بارواحهم لرايت امرا عجيبا. هل وقت الملائكه بتقبض روح الناس ذيل المشركين في غزوه بدر، هل كان حاسبهم ولا ما حاسبوهم؟ بيفهمه ما حاسبهم. طيب ليه الملائكه تضربهم؟ بعدها تقوم تشيل فرارك ها، او تشيل القلم بتاعك تمشي تشطب الايه دي: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب شنو يا اخواننا؟ الحريق. ده في سوره الانفال. عذاب الحريق ده شنو؟ ده في الاخره؟ لا، ده في الدنيا هنا في القبر. اديك دليل ثاني. ربنا قال في سوره الانعام، شعراوي بتعمين وترابي بتعمين وانت ذاتك بتعمين، ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا قال: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، ركز في الايات دي، او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. ربنا قال: ولو ترى اذ يتوفى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم. قال العلماء: باسطوا ايديهم بالعذاب. الدليل شنو؟ الدليل سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا ايديهم فكف ايديهم عنكم. يبسطوا ايديهم اي بالعذاب. ربنا قال: ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم. اليوم ده شنو يا ناس؟ ده ظرف في زمان ولا ما ظرف في زمان؟ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. دليل ثاني من الأدلة على عذاب القبر في القرآن، في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب، أي من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا. شوف الآية دي، القرآن ده ما نزل بلغة العرب، ما بمزاجك ساكت ها. ربنا قال: ولو ترى إذ الملائكة، ربنا قال من الكتاب، ربنا قال: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الآية البعدية طوالي: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا، يعني الأمة الأخيرة أدركت الأمة الأولى، اداركوا فيها جميعا، قالت أخراهم لأولاهم رب لولا أنتم لكنا مؤمنين، قالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ربنا قال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الآية دي فسر الرسول صلى الله عليه وسلم: العبد الفاجر الملائكة لما تقبض روحه بتصعد به إلى السماء فتقول خزنة السماء لمن هذه الروح الخبيثة، فيقولون لفلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. قال ربنا قال: فلا تفتح لهم أبواب السماء. ده النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية دي، قال: لا تفتح لهم أبواب السماء
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. نديك بعد الأدلة من السنة على عذاب القبر. وأنا قبل لما قلت له السنة قاعد يضحك، أنت ما تضحك ساي، تعال ناغش وين هو؟ أكتب الكلام ده. السنة دي، السنة دي دين وبناخذ منها دين. لو عندك فيها رأي زي الترابي لأنك أنت قلت بس معاه في عذاب القبر ده بتختلف معاه، أما بقية الحاجات ما عارف، في جزء أظن بتتفق معاه وجزء ما بتتفق معاه. طيب أديك من السنة أدلة متواترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن يفرغ الإنسان من التشهد يقول أربعة، يتعوذ بالله من أربعة: من عذاب النار، ومن عذاب شنو؟ القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وده برضو فيه رد على الترابي في مسألة المسيح الدجال، مسألة برضو بين كرة، برضو بين كرة، ودي برضو لو دار تناقش حبابة كلف. فهمت؟ دليل ثاني حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم أخذ شنو؟ جريد من نخل وشقاوي اثنين وخدت على أي قبر شنو؟ واحدة. قال لعله أن يخفف عنهما، يخففوا عنهم شنو؟ يخففوا عنهم الكبسة ولا الجداد ولا الفول، يخففوا عنهم شنو؟ ها؟ يخففوا عنهم العذاب. قال لعله أن يخفف عنهما ما لم شنو؟ ما لم ييبسا. وهنا في تنبيه يا أخوانا، الناس اللي بيعملوا الآن يخطوا على القبور جريد، ده أخوانا ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أنت لو خطيت جريدة بنقول لك أول ليه الرسول خطاه؟ لأنهم بيعذبوا. هل أنت عرفت إنه الزول ده بيعذب؟ يقول لك لا، خلاص ما تخط، أحسن به وظن وادعو له والله. الدليل ثالث، دليل ثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة في البخاري: إن عذاب القبر حق. دليل رابع حديث جابر بن سمرة، والله لو دار أدلة أملاك للمغرب إن شاء الله. فهمت؟ حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، حديث طويل، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رجل مستلق وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف بحجر كبير وذاك راقد، قال وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه فيثلغ رأسه، يثلغ معناه بفجخ، يفجخ يعني، قال فيتدهده الحجر ها هنا فيتبع الحجر فلا يأخذ الحجر حتى يصح رأسه كما كان فيفعل به كما فعل في المرة الأولى. قال ثم فقلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال ثم أتينا على رجل، قال على رجل مستلق وإذا آخر قائم عليه بكلوب زي شنكل الجزارة، وإذا هو يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، يعني بجرجيرة كده ليه القفا هنا، وعينه إلى قفاه، قال فيتحول إلى الشق الآخر فلا يشرشر ذلك الشق حتى يصح الأول فيعود كما كان فيرجع إلى الشق الآخر، ده عذاب مستمر. قال ثم أتيت على مثل بناء التنور، عرفت زي الفرن أو زي الكانون الكبير، المهم بيت كبير، قال وإذا فيه لهب وضوضاء، قال وإذا فيه رجال ونساء عرات، قال فاطلعت فإذا، قال فإذا رجال ونساء عرات يأتيهم اللهب من أسفل منهم، طبعا أسفل من ممنوع من الصرف عشان كده قلنا أسفل، فهمت؟ عشان ما تساوي لي بين جردك وضمدك، فهمت؟ قال فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني أحدثوا ضوضاء، فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ فقالوا لي انطلق انطلق. ثم أتينا على رجل يسبح على بحر مثل الدم أحمر، وإذا آخر قد جمع عنده حجارة عند شط ذاك النهر، فيسبح ذلك السابح ما يسبح ثم يعود فيفتح فاه لذلك الذي عنده حجارة فيرمي بالحجر في فمه فيعود يسبح ثم يرجع فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك لما سأل قال له الزول الأول بيرمي فيه والحجر دل الما بيصلي الصبح، والزول الثاني دل بينقل الكذب، قال فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، والرجل والرجال والنساء العراد دل الزنا والزواني، والزول في البحر أحمر زي الدم قال له دل آكل الربا يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة.
فما عندك مجال تجي تقول لي انه ما في عذاب قبر. عرفتها؟ حديث معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا الحديث حديث عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. العلماء قالوا الضمة بتكون للمؤمن مثل ضمة الأم من الحنين، وأما للكافر فيضغطه القبر حتى تختلف أضلاعه، تختلف الأضلاع بتاعته. ده برضو من الأدلة، من الأدلة أيضا حديث أبو أيوب الأنصاري. أسي ده كم حديث كده ده الكمسي ها؟ ده بعد ده كله يقول لك ما في عذاب قبر، يقول لك ده في الروح براو، عشان تشوف الكلام ده كيف ها؟ حديث أبو أيوب الأنصاري كان ماشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمعوا صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. عرفت؟ وأدلة كثيرة جدا، أنا لسه ما دار أذكر لك حديث البراء برواياته وكلامه كثير جدا في مسند أحمد وفي البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة، لكن الأدلة دي بتكفي لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ونحن ما بنستدل، يعني أخواننا زول تخيل السنة ما دائرة لكن يأخذ لي بكلام الشعراوي ويأخذ لي بكلام الترابي، فهمت؟ ده نفترض إنهم ما ضلال، لكن ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال بعد ذلك قام جاب له قاعدة جديدة، قال في النهاية يعني لو آمنت بعذاب، يعني ما عليك القضية لو آمنت بعذاب القبر أو ما آمنت بعذاب القبر، قال في النهاية هي مساحة للتفكير والبحث العلمي. لا 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 لا، هذه من مسائل الإيمان لا مجال فيها للعقل بحال من الأحوال، بمنطق بسيط وبعقل، مش قلنا فلا يتدبرون، بمنطق بسيط. هل انت شفت ربنا؟ في واحد فينا شاف الله؟ ما في. في واحد فينا شاف الجنة؟ في واحد فينا شاف النار؟ في واحد فينا دخل القبر شاف الفيه شنو؟ في واحد فينا شاف؟ طيب لو داير أعرف الحاجة اللي أنا ما شفتها أعرفها كيف؟ أعرفها كيف؟ يا ربنا سبحانه وتعالى يقبض روحي وأمشي جوا هناك أشوف، ده واحد. أو ربنا الخلق القبر وخلق الزول فيه وخلق العذاب يقوم يوريني إنه حصل جوا في القبر شنو، وربنا وراني والرسول صلى الله عليه وسلم وراني الحمد لله. عرفتها؟ دي مسألة انتهت. أما التراب ليه بيقول المسألة العذاب في الروح ما في الجسد؟ لأنه التراب زول مادي، زول مادي ما بيؤمن إنه العذاب ذاته بكون في الجسد، العذاب ما بكون في الجسد ذاته. نديك بمنطق عقلي جدا، منطق عقلي بسيط ها، أن العذاب يكون على 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 الجسم وعلى الروح، وده أخواننا إن دل على شيء فيدل على أن التراب لا يؤمن بقدرة الله. دي مسائل غيب ما فيها لعب، لأنه نحن ما شفنا الآخرة، عشان كده ربنا مدح المؤمنين قال شنو؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وسمي الغيب غيبا لأنه غاب عن حواسنا، غاب من حواسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ورانا أمور بتاعت غيب، أمور بتاعت غيب، وهذه الأمور لا تدرك بالعقل. عرفتها؟ عشان كده برضو الترابي طعنوا في السنة وفي إنكار لأحاديث كثيرة، نحن الحمد لله جاهزين لها. الترابي أنكر حديث الذبابة، حديث الذبابة قال 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 يقول لك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وفي زيادة للنسائي قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال يعني الضبانة لما تنزل في الشراب بتاعك بتقوم تخش بشنو؟ بالجناح الفيه شنو؟ الفيه والمرض يعني. الترابي قال أنا أصدق كلام الطبيب الكافر ولا أصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأن الرسول ما عنده علاقة بالطب. صح الرسول ما قرأ طب، لكن ده ربنا أوحى له بيه، أوحى له بيه. عرفتها؟ أما المسألة بتاعت العقل يدخل العقل في المسألة دي بلادة، بس دي بلادة، لأنه لو دار تدخلها ما ممكن الضبانة تعرف وما ممكن كده. ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا النمل في صورة النمل،
لما سليمان ربنا قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف الآية دي لو الموضوع بالعقل ما تؤمن بها والله والله أوريك النصيحة، يا تبقى نجيط شيوعي تكفر بالدين ده شد ولا تؤمن بها كله مرة واحد. ليه؟ لأنه الآية دي العلماء قالوا تكلمت بعشرة أنواع من أنواع البلاغة. أنا أتحدى الترابي والشعبيين كلهم والله يدوني منها ثلاثة بس في الآية دي بعشرة أنواع من أنواع البلاغة، منها النداء ومنها التنبيه ومنها التعيين ومنها الجمع كويس. وفي نهاية الآية قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، الآية شنو قالت؟ وهم شنو؟ لا يشعرون. النملة دي قالت أدب وين؟ صح ولا ما صح؟ يعني قالت سليمان وجنوده بحطمكم لكن شنو؟ لكن ما شعرين ما قاصدين، صح ولا ما صح؟ النملة دي مؤدبة ولا ما مؤدبة؟ حصل لقاك نملة مؤدبة؟ قالت فيها تجامع ما بالعقل العلمين والشعبين واحد تلقى يرفع كراعه. نفتكر إنه افتكر ليه الآية دي؟ لئلا تكفر بها. إذا آمنت بالآية دي اللي بيخليك تؤمن بالآية دي بيخليك تؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. كلام الله وكلام الرسول كله من عند الله. ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو؟ وحي يوحى. فالترابي كذب الكلام ده، كذب وقال 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 يسمع كلام النصراني الكافر الطبيب ولا يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعنده زي ده كثير، الترابي عنده زي ده كثير، فهمتها؟ عرفتها؟ فنحن بنقول لك شفت ده أصو ما منطق. نحن بس بنسأل سؤال، بنسأل سؤال العقل ده بده برضو سؤال بعدين في الفرصة بتاعتك. أنا دايرك توريني أنت مش داير الهداية لينا والهداية لجميع الطلبة، عشان أنا ما أبقى زول بتكلم ساي وبتكلم في الناس ساي، والترابي ده على حقه كده. أنا بعتقد الترابي على باطل. وريني القاعدة، أنا لما أقبل الدين يا تقاعدة يعني من وين أستمد الدين ده؟ رأيك شنو في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كل الأحاديث اللي بتتعلق بالآخرة أنا بقيصها بعقلي؟ أو أي أمر يتعلق بالآخرة أنا بقيصه بعقلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورانا أمور، قال المسيح الدجال يوم القيامة في علامات الساعة، ودي برضو أنكر الترابي. قال يقول لك علامات الساعة باستهتار يعني علامات الساعة، قال ويجي المسيح الدجال وإيه وتجد دابة وإيه، ده كله قال مش مسجل قاعد موجود الحمد لله، فهمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك المسيح الدجال بيقول لي الأرض بور بور، بيمشي للناس يقول لهم تأمنوا بي يأمنوا بي وأطاتهم قاحلة منتهية، يقول لا أنبتي تنبت، والناس المسلمين المؤمنين وأطاتهم تمام، يقوم ب ب ب ب ب ب بالفتنة من الله سبحانه وتعالى والاختبار، يقول لا تبقي ماحلة فتصير ماحلة وتتبعه الكنوز كيعاسيب النحل. النبي صلى الله عليه وسلم قال بتباريه زي شنو؟ زي سرابات النحل، الذهب ماشي مع المسيح الدجال زي عاسيب النحل. رأيكم في الكلام ده من ناحية عقلية كيف؟ زول بني آدم زينا من ناحية عقلية، مش عقل من ناحية عقلية، ولا بتنكروها ولا كيف؟ يقول للذهب راح يمشي وراه والذهب، الذهب عنده راس بعقل بيو، هل أسي الدائر عقل الذهب ده ولا 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 جبال حديث الذبابة؟ ده بقى سؤال، عرفتها؟ طيب فنحن دايرين المنطق والمرجعية وياتو عقل، والعقل ده شنو هو ذاته؟ نحن دايرين نتناقش فوقه عشان بعد ذاك نتناقش في مسائل نزول المسيح وفي غيره في غيره من المسائل والسنة إلى آخره. قال لو أخطأ ونيته سمحة ليه حسنة، قام ضرب مثل بالزنا. شوف نحن زول مثلا زنا أو سرق، وزول ما داعية للفاحشة أو ما داعية للبدعة، ده أخواننا نحن ما بنفضح قدام الناس. الترابي لو وقع في فاحشة أو زنا ده أهون من إنكار عذاب القبر. يعني الليلة العمل محمود عبد العزيز من الغناء وكذا وكذا، أو عملته في رغد تراب أو غيره من الباطل ومن الحرام، أهون وأقل من العمل الترابي. ليه؟ لأنه دي بدع كفرية بتخرج الإنسان برا الإسلام، ودي معاصي ما بنكفر بها محمود ولا بنكفر بها فرغة التراب ولا غيره ولا غيره، دي محرمات وربنا يتوب علينا وعليهم، عرفتها؟ عشان ما يجي غار اللي ما واحد ولك لو زنا، هل الزنا أكبر من بتاعة الترابي؟ والله الزول لو زنا 500 ألف مرة
أقل من كلمة واحدة قال الترابي في إنكار عذاب القبر وفي إنكار نزول المسيح وفي إنكار غيره من العقائد والطعن في الدين والطعن في الصحابة اللي قالوا الترابي. ما واحد ما واحد عرفت عشان ما تجي تقول الكلام ده. ولو أخطأ الترابي نحن نؤاخذه بخطئه، مش نؤاخذه، أنتوا رافضين كشعبيين إنه نرد عليه ذاته. رافضين ليه رافضين؟ مش قلتوا مساحة للتفكير؟ أنا تفكيري ده قادني للمسائل دي ليه يعني؟ غلط حلال على بلابله الدوح حرام على الطير من كل جنس ليه يعني؟ ها ليه الكيل بمكيالين ليه؟ عرفتها؟ فدي كلها مسائلك اللي انت جبتها دي. قال بعد ذاك في الآية، الآية من سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال ديل اللي اتبعوا عورات الناس وبيتكلموا في الناس كثير. لا لا دي فسرها الله، ما بتفسرها انت، تفسيرك ده باطل، تفسير نجر ساكت. وربنا قال ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مزولا. ربنا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال ياتم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا قال أولئك اسم إشارة للجمع، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلازم أنت تتوب من تفسيرك الباطل للقرآن ونجرك الكثير وكلامك على غير هدى وعبارة عن تخبط في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرصة مفتوحة للمداخلات. طيب أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ الكريم تكلم كلام ثاني برضو ما في أدلة، مش هو قال لي أنت أثبت، أنت أثبت، أنت قلت كلام خطير، أنت قلت الترابي قال تطبيق الشريعة لا يجوز، والترابي عمره كله أنفقه في مشروع تطبيق الشريعة، مش في السودان، في 54 دولة في العالم، دولة إسلامية، حياته أصلاً قضاها في شنو؟ قضاها في شنو؟ في ماذا قضى الترابي حياته؟ في إحياء الشريعة الإسلامية والدين في المجتمعات، وحقق الكلام ده في أكثر من دولة في العالم. أنت أثبت الكلام ده وين؟ لا من تقول من الذي وضع دستور 98؟ الدستور الوحيد المعبر عن الشريعة الإسلامية في السودان عملته أنت؟ ولا عمله مزمن فقيري؟ عمله من يعني؟ العمل التشريعات 83 الناس تكورك ليه يوم الليلة؟ تشريعات الشريعة الإسلامية، ما دارين قوانين الشريعة الإسلامية، نميري الناس يقولوا الترابي غش نميري، ليه غشوا؟ قال خلاه يطبق الشريعة، وده يقول الترابي قال شنو؟ قال تطبيق الشريعة لا يجوز. أثبت الكلام ده نتحداك، أقسم بالله تجيب الكلام ده في فيديو أعلن انسلاخي عن المؤتمر الشعبي وانضمامي للمنتدى السلفي. في كلام تاني؟ جيب الكلام ده بس، طوالي أنا أقصر بنطلوني معاكم من بكرة. الشعبيين دقسوا عديل في السودان ده، والله يثبت الكلام ده يا شعبيين، دقستوا معاي في كل السودان، بس خليه يثبت الكلام ده. طب تلعب الزول ده 63 عام من حياته قضوا من أجل أن يثبت شرع الله في العالم الإسلامي. أمشي 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 أسمع شهادات الشهادات كل المسلمين في العالم بعد وفاة الدكتور حسن عبد الله الترابي، كم دولة تتكلم عن الفقه، فقه الدين، فقه السنة وفقه والشريعة الإسلامية ومعانيها وقيمها الرسخها الترابي، كم دولة؟ كم كتاب؟ أنت بتتكلم عن الإيمان، أروع كتاب، أروع كتاب عن الإيمان أنا في حياتي قريته هو الإيمان وأثره على حياة الإنسان، كاتب الدكتور حسن عبد الله الترابي. نتحداك وأتحدى أي زول قاعد يقرأ كتب يجيب لي كتاب أجمل من الكتاب ده عن معاني الإيمان وأثره في الحياة. السياسة الشرعية أنت بتتكلم تطبيق الشريعة دي معناها أنت كأنك بتقول الترابي علماني. أروع وأقوى كتابين عن الفقه السياسي بين نظرية بين الدين وسنن الواقع والسياسة والحكم مستنبط من الدين، أقوى كتابين كاتبهم دكتور حسن عبد الله الترابي عن كيف يحكم المسلمين أنفسهم، وبيجاوب على سؤال النهضة والحضارة، وبيجاوب على لماذا تخلفنا. طب تقايلوا منو ده يا زول؟ تقايل الترابي ده منو؟ قال شنو؟
وقال في أجراس الحرية. ده شنو في أجراس الحرية؟ أجراس الحرية دي جريدة وحقة الحركة الشعبية ذاته. ده مرجع الترابي، عنده كتبه الخاصة، عنده كتاب اسمه الإيمان أثره على حياة الإنسان، عنده السياسة والحكم، عنده نظرات في الفقه السياسي، عنده التفكير الإسلامي، تجديد أصول الفقه، كتب معروفة وثابتة. الإسلام مستقبل العالم، دي الكتب، جيب من الكتب دي كلامك ده، تحداك. ما بتقدر، ما بتقدر حتجيب لي كتاب تقول لي ده زول ده قال الترابي قال، ما تجيب لي زول قال الترابي قال، جيب كتاب كتبه الترابي. أنا شغل القوالات ده حقتكم ده ما بفهم عنها، تقعد قوالات. أنا كان داير قوالات، كان مشيت شربت لي جبنة في هاي كوتة هنا بيجوا كده، ما داير قوالات، أنا داير كلام موثق. أما كلامك بتاع الله، أيوة تاني كلام خطير، قال الترابي قال أصدق كلام الكافر الطبيب الكافر ولا أصدق كلام الرسول، كذب كذب، ما قال كلام زي ده، ولا يمكن أصلا يقول كده ذاته، ولا يمكن يقول زول ذاته في البلد دي يعرف معاني الدين والحياة. يعني وين قاله؟ وين؟ نتحداك جيبة برضو، دي نتحداك جيبة، وين؟ فياتو كتاب ولا فياتو فيديو؟ جيب الفيديو، وإذا في كتاب جيب الكتاب. قال كلام عن حديث الذبابة، خليك من الترابي. أنا أقول لك إذا وقعت ضبانة في لبن أنا دار أشربه بكشح اللبن، في كلام ثاني؟ أنت دار تشرب وأشربه، كفرت أنا؟ الشايبني كافر؟ شكرا جزيلا. أنا دار أشرب لبن وقعت فيه ضبانة بكشحه، رأيك شنو؟ كافر ولا شنو؟ أي ضبانة تقع، ضبانة تقع في صينية الغدا بتاعي بكشح الصينية، ما باكل، كافر؟ الحمد كافر. ده شنو الغباء ده؟ في دول بيكفروا لأنه ضبانة وقعت له في اللبن كشح اللبن؟ ده شنو ده يا؟ ما بنشرب. تقول لي الرسول قال أشرب، أنا ضبانة وقعت في اللبن ما بشرب، ده كفر؟ أيوة لا إله إلا الله. شنو أنت مسلم أكتر مني ولا شنو؟ شنو لا إله إلا الله؟ الدين يا شيخنا، عشان نوريك من الآخر. ليه؟ لأنه أنت بتكلم الناس بالعواطف. الرسول قال ضبانة لو وقعت أشرب اللبن ما بشرب، أيوة أعوذ بالله، تاني قول أعوذ بالله. ليه؟ لأنه أنت بتتكلم كلام كذب بتاع عواطف. الرسول ذاته ما جبرني أشرب ولا ما أشرب. اللي بيفتكر إنه هو مجبور ده كلام فارغ. ضبانة وقعت في اللبن، في زول ممكن يغمس الضبانة ويشرب عادي، ممكن يكون دباب، يمكن يكون من الدبابين، والدبابين أخوان مسلمين كفار مش كويس، ممكن يكون زول بيعيف، رأيك شنو؟ سؤال موجه لك جاوب عليه. أنا طارق بابكر ضبانة وقعت في اللبن بعيف ما بقدر أشرب، هل أنا كافر؟ جاوب. لو كافر وريني الدليل، بس نوريك عديل. ضبانة وقعت في اللبن سأكشح اللبن، بس باختصار. إذا دينك يقول إنه اللي يقع له ضبانة في لبن ما يشرب اللبن كافر، دينك ده أنا ما دايره. ده إذا دينك يقول كذا، كويس؟ ركز معايا. لكن حاشا الإسلام، حاشا الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى يا إخوانا ما بيتكلم بالعقلية دي. في فرق بين استنباط معاني الدين من الله الرحمن الرحيم وبين مستوى العقل ده يا إخوانا. ده عقل غريب، ده بيفتكر إنه الله فكر كده، يعني ده بيفتكر إنه ربنا والرسول جو عشان يقول لك لبن وقع فيه ضبانة، يا تشرب اللبن يا أنت كافر بقى. يا أخي كان الإسلام كده ما كان انتظركم لحد الليلة، ما كان، لأنه النفوس ما واحد ذاته. أسألك سؤال، حس الناس دي اللي عمل لهم استفتاء، فيهم كم نفر هنا إذا وقعت ضبانة خضراء رويانة بخرة في لبنك كده البشرب يرفع يده؟ واحد. كذب. الله أكبر، مبروك مبروك.
أيوة مبروك. الله أكبر. كويس مبروك والله. وأقسم بالله العلي العظيم ما تشربوا مش رفعتوا يدينكم؟ بابي إنسان. طب الله طبعا حاسة إحساس خطير مش حاسين إنكم عزيتوا الدين مش؟ طيب سؤال، لا تركنوا للذين ظلموا، البلد دي اترفع قبل كده صوته ولا يده في وجه ظالم؟ طبق الآية دي يرفع يده. بس فعلين في الضبان ما تطبقوا الآية دي؟ ما تطبقوها؟ طبق أنا فرين ولا ثلاثة هنا. الآية دي أهداك حديث وانت قلت والله ناكله، طيب دي آية طبقها. داك حديث وانت قلت حديث تاكلوا به والضبان، طيب ده قرآن عديل. وين قاومتوا ظلم في البلد دي؟ ارفعوا يدينكم. وين؟ ما تخلونا عليك الله، بنعرفكم نحن، خلوا الونس هذه بالله. لا تورونا ونسة البلد دي انتم. ونسة زاي ونسة. والله والنازين. قال كذب. ابو الكذب ضبان ما فيه سجون. ضبان لو كان في سجون كان ما اكلته ذاته. هسه لو الحكومه قالت الراجل ياكل ضبان واتمرة يقول ضبان ما في. قال لي سؤال غريب، قال من اين تستمد الدين؟ يعني كيف من اين تستمد الدين؟ الدين ده عنده كم مصدره؟ ما معروف من اين يستمد الدين؟ من وين الدين؟ القران الكريم. واحد، اثنين، احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مصدر ثاني. لكن احنا عندنا طبعا حاجه زياده، ما مش زياده في الدين، احاديث النبي التي لا تخالف القران الكريم. ها التي شنو؟ لا تخالف القران الكريم. يعني شنو؟ هاي في حديث تخالف، هاي في حديث تخالف. لا تخرج على الحاكم ولو جلد ظهرك واخذ مالك يخالف القران. اها شنو في حديث يخالف فيها؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها. ده قران وده حديث. لا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار، ده قران وده حديث. يا تو فيه ماشيل يا تو. ومش لانه ده حديث، لا انا ما بعتقد اصلا انه ده حديث. ده حديث موضوع ما صحيح اصلا، هو ما صحيح ما صحيح. هاي دقيقة، انت مش ده مش شيخك؟ ما تسكت، ما عندك ادب انت ولا شو؟ خلي شيخك يرد. انت وقت فالح كده واقف قاعد مالك ما تتكلم انت. هاي ما ينط تطلع من برا. انت وقت خطر كده ما تجيف انت. انت ما تشتغل تنط كوري رجلي من برا. ما واثق فيه؟ كويس كويس كويس. انا اخوانا دار اقترح لكم. هاي عشان نتناقش يعني. معلش بس عشان النقاش يكون منطقي وموضوعي. انت الان طرحتها في مسألة الاستمداد. هاي؟ انا بديك فرصة تكمل. بس داير اسال سؤال واحد. داير اسال. كويس ما في مشكلة ما في مشكلة. انا بديه سؤال واحد يقوم يجاوب لي هو. سؤال يجاوب لي هو. وبعد ذاك يواصل بقية كلامه كده. أنا ظلمت يا أخونا؟ ما ظلمت. قول كلام. طيب من الكلام اللي أنت قلته أنت بتستمد الدين من القرآن، من القرآن ومن الحديث سنة أو من السنة صحيحة. أي صح صحيحة. زدت حاجة؟ لا. طيب وقلت ثاني قالوا أحاديث النبي التي لا تخالف القرآن الكريم. ما هي السنة الصحيحة يعني. معلش يا أخونا لا ده الشرط ده في كتب الحديث ما في. لو أنت قلت جبته من عندك. ولو قلت لي في كتب الحديث في بجيب لك الكتب تمرق لي. ما في. ده من عندك أنت. كويس. عرفتها؟ طيب قلت الاحاديث التي لا تخالف القران الكريم. طيب يا اخواننا ركزوا معي. الاحاديث التي لا تخالف القران الكريم دي قاعده عند اخونا ده بيستمد بها الدين. هل القاعده دي موجوده في الكتاب ولا في السنه؟ لو موجوده في الكتاب ولا السنه اذا وجدتم الحديث يخالف القران والسنه تجيب لنا دليل. اذا ما في كلامك ده ذاته ما يخالف القران والسنه. فانا دارك تجيب لي الان الدليل عشان نمشي قدام.
من القرآن أو من السنة ما في مشكلة. بس كلام غريب طبعا. لا لا جاوب لك. أي حاجة جاوب لك طوالي طبعا مش ساي كمان حاجة جاوب لك. أيوة دقيقة أنت ما تسمع. داير جاوب لك. ما كلامي واضح. أي أصبر. قال لي شنو؟ قال لي أنت قلت مصدرك للدين القرآن والسنة صحيحة. السنة الصحيحة دي يعني شنو قلت له؟ يعني الأحاديث والأقوال التثبت تثبت عن الرسول ولا تخالف آية من القرآن. ده كلامنا. قال جيت دليل. أجيب دليل على شنو؟ على إني لازم آخذ بالأحاديث التي لا تخالف القرآن. طيب يا إخواننا كده قبل ما أجيب هو طبعا دليل مفهوم للدليل شنو؟ أخونا ده مفهوم للدليل مباشر طوالي مش؟ إنه أقول لك قال رسول الله لا تأخذوا الحديث إلا إذا تأكدتم لم يؤد داير كده؟ طبعا لو كده طبعا ما في. انت قلت بنستمد الدين ايوه من القران من القران ايوه ومن الاحاديث ايوه الصحيحه الما بتخالف القران. كلام جميل. دقيقه اصبر. ما انت قلت دي قاعدتك انت بتاخذ الدين من كده. ايوه القاعده دي ذاتها وينها في القران؟ كويس ده كلام جميل. القاعده دي ذاتها وينها في القران؟ صوتك عليك. طيب انا لو داير اخذ الليله اذا جبت لي ايه جبالي استدل زوده لو قلت لك أثبت لي الخمر حرام قلت لي قال تعالى وقريت الآية بتاع تحريم الخمر في نقاش تاني في نقاش ما في نقاش. أثبت الزنا حرام قال تعالى قريت الآية في نقاش ما في نقاش. السؤال ليه ما في نقاش؟ لأنه ما في أصلا زول يقدر يقول في آية ضعيفة وآية موضوعة وآية حسنة وآية غير حسنة وآية ضعف الألباني وآية صححها النسائي ما في. لكن في كم ألف مسلم يقول ده حديث حسن وحديث ضعيف وحديث موضوع وحديث وفي طعن في الراوي وفي طعن في المتن. كم ألف؟ كثير. عشان كده لما تجيب حديث غائزة طبيعية إني أسألك هل الحديث ده صحيح ولا لا؟ كيف أعرف الحديث ده صح ولا لا؟ طوالي برجع للقرآن ما ده كلامي. كيف أعرف الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ بشرط أعرف صحيح أو غير صحيح إذا لم يخالف القرآن. طيب كيف؟ طيب جيت أنا قلت ربنا أمرنا إنه ندافع عن المظلوم ونقاتل الحاكم الظالم. جاء شهاب ده وقف قال في حديث يقول لا تخرج على الحاكم. أنتوا وقفتوا بيجاي وأنا بيجاي وشهاب بيجاي. في ناس دار يدافعوا عن المظلوم وانا بقرا لهم قران وده بيقول لهم احاديث. محتاجين نقاش ولا ما محتاجين نقاش؟ طبعا معلش القاعده ما زي ما بيتصور. لا لا كيف؟ كيف؟ معلش انا سالتك سؤال انت كيف؟ ما انا جبت الاجابه ذاتها. لا ما جبت الاجابه. كيف؟ انا الان مثلا بديك انت الان سالتني مثلا سالتني انا الخروج على الحاكم الظالم يجوز ولا ما يجوز؟ انا بقول لك ما يجوز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. انا بقول لك يجوز لقول الله كذا وكذا. كويس اصبر. طيب. ما كويس اصبر. كويس اصبر. وانا بقول لك استدلالك ده غلط. زي دقيقه اصبر. زي زول بيقول لنا اخواننا يجوز قتل المسلمين لانه قال الله قال قل هو الله احد. دي عندها علاقه؟ الايه دي ما عندها علاقه. وانا ما داير اناقشك في الايه. انا داير اناقشك في انه قلت الحديث لا يخالف القران. من وين الحديث لا يخالف القرآن؟ أين هذا الكلام من نص كلام الله من القرآن؟ كلام جميل طبعا. يا أخواننا في حاجة زول ده ما قادر يو عليها أصلا. في حاجة زول ده ما قادر يو عليها. حركة الوضع يا أخواننا في حاجة أنتم ما وعي لها. وضع الحديث بدا متين؟ بدا بعد وفاة الرسول يا أخواننا. فاهمني أنتم ولا ما فاهمني؟ الوضع في الحديث حركة الوضاعين من بعد الفتنة الكبرى. من بعد الفتنه الكبرى. كيف؟ من بعد الفتنه الكبرى. سريع عشان ارد عليك لانه شكلنا ما حنصلي حاجه. طيب بعد ظهور الوضع في الحديث حصل خلاف. في زول بيجي بيقول لمعاويه انت ما خليفه. ومعاويه في ناس يجوا يطلعوا 100 حديث يأيد انه معاويه من كتاب الوحي ومعاويه كذا. وفي ناس الشيعه ديل الان عندهم الاف الاحاديث عن علي. الحركة بتاعت الأحاديث الكثيرة الملت البلد دي كيف نعرف الأحاديث دي صح ولا غلط؟ طوالي بكون برجع الحديث لوين؟ لقول الله سبحانه وتعالى. يعني
إذا حديث قال اتكلم عن عظم لي طائفة من الطوائف في الدين وقال زي حديث الفرقة الناجية مثلا عشان لو رجع قبل هو ذاته قال هم من الفرقة الناجية زي حديث الفرقة الناجية هذا ذاته لو عرضته على القرآن في الحساب ويوم العرض والوقوف أمام الله ربنا قال كلنا آتيه يوم القيامة شنو فردة ما فرق ذاته يعني ما حنمشي يوم القيامة صوفية ماتريدية وأنصار السنة بهناك قدامهم الشيخ وبيجاي ديلوا معاهم مزم الفقير ماشي بهم قدام ويجوا لا كل زول حيجي براه يوم القيامة دي حاجات محتاجة نقاش لا من تلقى ده وتلقى الآية تقول فردة ده اللي أنا بسميه عرض الحديث على القرآن شان أتأكد الحديث ده قاله الرسول ولا في زول كذب في الرسول ما في ناس كذبوا في الرسول يا أخوانا في ناس كذبوا قالوا الرسول قال لنا كده والرسول ما قال الحديث الموضوع ليه حد الآن الألباني ده لحد الآن الألباني ده يصحح ويضعف ليه صحيح حصل سمعت الألباني يصحح ويضعف الآيات ليه بيصحح ويضعف الأحاديث ليه لأنه الأحاديث فيها نقاش هل ده قاله الرسول ولا في زول حشر الحديث ده بالدس وقال الرسول قاله والرسول بري ده النقاش يا أخوان لكن في القرآن ما في كلام زي ده طبعا عشان كده المرجعية الأولى والبقيس عليها صحة أي حاجة في الدنيا هي القرآن بقيس عليها الحديث بقيس عليها السيرة بقيس عليها العصر والماضي التاريخ بقيس عليها أي حاجة أنا دار أقول لكم كلام سريع هاي سريع قال لي يا اللي النقطة بتاعت هلا وين هي أيوة قال شنو ذولا قال كلام غريب قال ذاته حسن نشتغل قال انت ما بتفق قال الناس ذيل ما فرزوا بين الجار والمجرور والفاعل والمفعول ونسب ذاته والي ربطوا بالدين قال ذاته ذول ما يعرف الحاجات دي ما يعرف دين متى ظهرت هذه الأشياء 200 لو بتقروا يعني يا بتاعين الضبانة لو وقعت نشربها ذيل 200 ظهرت هي ذاته 200 عرفوا في جار ومجرور وفاعل ومفعول 200 القرن الأول لحد انتهى لحد الرسول مات ما في حاجة اسمها جار ومجرور وفاعل ومفعول في وين كان في ضمة وكسرة وفتحة ده علم حديث ولا عمر كان بيعرفه ولا عثمان ولا علي ولا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين بيعرفوا وين ده علم ظاهر جديد إذا تربط الدين بالجار والمجرور أي زول ما حضر العلم ده معناه ما يعرف دين عشان ما تقعد تلغوس لينا هنا زي هوي إحنا اللغوسة دي تعملها مع أنصار السنة أعملها بعيد دي علوم حديثة ما بتقيس بها الدين ذاته لا في كسرة لا فتحة زمن الرسول ما في ولا زمن الصحابة ما في لا كسرة لا فتحة لا ضمة ما في عشان ما تقعدوا تخموا الناس هاي ده علم حديث ظهر يعرفون سيبوي ده صحابي ولا شنو سيبوي بلاش بطاطس معك آخر حاجة هلا أنا والله هو ده طبعا نقاش طويل لكن إن شاء الله لو الشاب ده قاعد ممكن نتناقش في القضايا دي في أوقات أوسع أنا الآن أرى كده لأنه الآن في قضايا لو فتحناه أول الزمن جاء وكل دقائق والحرس حيجي يقول ثاني ما في لأنه الجامعة دي ما زي جامعة الخرطوم لكن إن شاء الله لو قاعد نتناقش إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله يعني إن شاء الله في قتال الصحابة في السلطة وكذا ده الكلام ذاته المزمل الفقيري ليش نو هو كفر داخله محمد مصطفى ما في الكلام ده ذاته والمسجلة قال وأي زول يقول الصحابة اتكاتلوا في سلطة كافر ده مزمل وده نقاش أتمنى إنك تكون فيه أمين يعني نحن هنا أنا لا جايش أنا أنتظر لا أنت تنتظر خلي الحقيقة تنتظر أما منو فينا مؤمن ده إن شاء الله يوم نقيف كده يوم القيامة بتعرفوه كلكم تعرفوه براكم بعدين
يوم نقيف أمام الله. كل واحد اليوم ذاك بيعرف منو فينا الذين أولى بها صلية الناس اللي يخشوا النار واللي يخشوا الجنة. أنتوا ما الله لكن بيشوفوا قدام إن شاء الله، ونحن لا بنتنى لا عارفين نحن مؤمنين ولا ما مؤمنين، يعلم بها الله بس نشوفه قدام إن شاء الله. هاي قبل ما أختم واحدة من الحاجات المهمة يا إخوانا، قبل ما أختم يعني في حاجة مفترض تعرفوها. أول حاجة أنتوا الآن كمسلمين أمة ضعيفة مشتتة لا تحارب إلا بعضها بعضا، ما في شيء ما تكذبوا. والله كان قال أكلونا أكلوا تأكلوا شنو، أنتوا أمة مستعمرة 100 سنة ودمرة فيها قادر يحررها ما في، تأكل شنو والله أنتوا ما تأكلوا أي حاجة عشان ما تغشونا زي. الحاجة الثانية مفترض تمشي تبحثوا طوالي ليه أنتوا أمة ضعيفة ومستعمرة ومذلولة ومستهان بها وذليلة، والفرقكم ذاته شنو؟ منتدى سلفي شعبي أخوان صوفية شيعة، ليه ذاته؟ ليه ما نكون أنا وشهاب ده في مركب واحد ندافع عن الدين والإسلام والعقيدة؟ ليه؟ هو كافر ولا أنا كافر ولا شنو يعني؟ لكن في خلاف في قضايا أساسية افترض الناس تعرفها وتتناقش فيها وتحددها. علم الحديث يا اخوانا، امشوا راجعوا علم الحديث، راجعوا عشان تعرفوا الخلاف الاساسي وين يعني. لكن معليش يعني انا ماذا رضيل، نتمنى انه ان شاء الله نلاقيكم في اوقات ثانيه، ونتمنى انتم كشباب تخلوا لا اي حميه وغيره بدون اعمال للفقه والعقل والتدبر، دي نفخة ساي نفخة ساي، لأنه أي حمية وغيرة بدون معرفة النتيجة زيرو كبير. والدليل داعش أكثر ناس جاهلين في الأرض وعاملين فيها أكثر ناس مجاهدين في الأرض. ليه؟ لأنه الفقه ضعيف. فخلوا النفخ، لا بتأكلوا ضبال لا بتأكلوا بطاطس ما بتأكلوا. وليه؟ مش لأنه الرسول قال، أقسم بالله لو الرسول قال الآن أكلوا ضبان زي ما أنت قلت بناكله. لكن النقاش مش في انه نخالف الرسول ولا لا، النقاش هل الحديث صحيح ولا موضوع عشان ما تتحمقوا زاي، صحيح وزاده ده النقاش. السلام عليكم. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انت المشكله دار تعمل الخلاف بين الناس وما داير يتحلى. الان القضيه اللي ذكرتها اخيره دي مساله الحديث بتاع الذبابه ضعيف ولا صحيح، اسيرتها مش هسلان الان اثبت لي انه ضعيف، قاعد في كتاب البخاري في كتاب الأنبياء من صحيح البخاري. الآن أتحداك وريني، أنا قبل مش جبت لك صورة النمل قلت لك وريني بخالف العقل في شنو، عجزت عن ذلك وستعجز إلى يوم القيامة. والحمية الآن وريني تديني دليل إنه الحديث ده ضعيف، تعال خش وريني إنه الحديث ده ضعيف، بعد ذاك نرد عليك إنه الحديث ده ضعيف. حديث الذبابة ده حديث ضعيف، أنا برد لك على بقية نقاطك، إذا ما بترد خليك برا أرد على بقية النقاط، إذا بترد وريني الحديث ده ضعيف كيف. تفضل يلا هوريك الحديث والحاجه اللي قالها. قال حاجتين، قال لي اثبت لي انه الحديث ضعيف وعجزت عن الرد في ايش بتاع شنو النمله، قال لي انه الموضوع ده بالعقل ما عجزت ما ناقشت الموضوع. ليه؟ لانه انت الموضوع ده ايه، حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ومش القران قال اجي اتناقش معك في ايه؟ ما دي ايه ما فيها نقاش، لكن الحديث غابي لانه صح ولا غلط. اوريك كيف الان دار اوريك، هاي دار اوريك ضعيف، دار اوريك انه ضعيف، دار ما دار اثبت لك طوالي الحديث ضعيف كيف؟ هند دار اجاوب طوالي. انا بمسكك يا اخوان، الراجل بيمسكوه من شنو؟ من لسانه مش؟ خلوه يا اخوان ما تصبر، الراجل بيمسكوه من لسانه. قبيل الزول ده قال انه الحديث بعرفه ضعيف انه مخالف للقران، قال ولا ما قال؟ قال وريني الحديث ده مخالف للقران كيف؟ ده تضعيفك، ده ما هو؟ ما تسمع النقاش، الحديث صحيح؟ الحديث بتاع الذبابه ده لانه فيه جناح، قلت ما دار اوريك في جناح فيه خير، جناح فيه شنو؟ بكتيريا، وجناح فيه دواء. ده يخضع لشنو يا اخوانا؟ ده يخضع للبحث العلمي. انا ما قاعد هنا في عصري الزير سالم في مجهر هنا، ده ما عصري حد قديم يا اخوانا. الان الحديث الان يخضع للبحث العلمي. اذا المجهر اثبت انه الجناح ده فيه بكتيريا وده فيه مضاد للبكتيريا، ما في كلام، ما في كلام.
مش اثبته ياخذ على البحث العلمي. ده ليه؟ ده هاي بحث علمي هاي بس خلاص ما قالوا طيب موافق. طيب ايوه نازل ما فاهمين فهمتوا؟ ايوه ايوه ده ياتو ده حديث لانه فقه ايوه ده لانه خاضع ليش ايوه ده لانه خاضع لمساله علميه. اما حديث هاي اما حديث زي الخروج يحدث اذا للقران عرفت؟ ايوه فهمت؟ فهمت؟ حديث زي ده هاي بس اقول كلام كلمه واحده بس في 15 ثانيه 15 ثانيه في 10 ثواني 10 ثواني ايوه خلاص جدا جدا. الخلاق في الحديث ده في الحديث ده ما تعرض على قاعدتك الجبل ايوه اوريك ليه بعدين انا ابو مطلع ده للبحث العلمي ايوه للبحث الهندسي ايوه للبحث التربيه أيوة. كلام جميل احنا دارين قاعده واحده انت أيوة. جبل ذكرتها وما التزمت بها ايوه طيب كلامك سليم كلام الزول ده سليم ليه؟ لانه الان يا اخواننا الان منصات الانطلاق اختلفت الان في الان في تطور في الفيزياء في الكيمياء في علم الفلك الان لو جيت تفسر ايات النجوم ما بتفسرها بالجار والضمه والكسره بتكسرها بتفسرها بناء على احدث علوم الفلك عشان كده لا من تيجي تتناقش الان لو جيت مثلا زي تفسير ابن كثير اذا النجوم اذا النجوم الايه بتقول اذا السماء اي والنجوم طمست اي ما عادي عادي يعني شنو كان نسيت الايه يعني ما عادي ولا خلاص يا المقطعين الدين انا قال ما زحف فلنفترض نسيت الايه في تفسير ابن كثير بتقول شنو بس معليش خلاص الايه خليها معناها وش اي ايوه التفسير ايوه مثلا لو جيت ايوه ايوه ما مصدقني لكن انا الان ما تكلمت معك في النجوم طيب ايوه طيب كلام جميل كلام جميل طيب الذبابه وكل جدا اي حديث اي حديث اذا جيت قلت لي الرسول صلى الله عليه وسلم قال 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 شنو قاعد اسمع فيك قمت قلت لي الرسول قال النيل ده النيل ده مالح وده من علامات النبوه في 2016 طوالي حامشي معاك وين النيل الان انتوا قالين اوروبا دي قاعد تسلم بشنو بكلامكم ونزتكم دي بالبحث العلمي بالبحث العلمي لو جيت قلت لي لا تخرج على الحاكم ما بقول لك راح البحث العلمي بقول لك راح القرآن ليه؟ لأنه الآيات قاعد تقول أيوه لأنه الآيات تقول غاتلوا الحاكم الظالم لو جيت قلت لي الرسول قال الضبانة فيها بكتيريا والثاني ما فيه بكتيريا بقول لك راح البحث العلمي لو جيت قلت لي النجمة أكبر من الكوك من الواطة بقول لك راح نسأل منه بقول لك راح الآية بقول لك راح وين بقول لك راح بقول لك راح وكالة ناسا للفضاء لأنه الآن العالم اختلف ومعظم العلماء الأسلموا الآن الخشوا الإسلام أيوة يلا يلا دقيقة لا لا خليه قاعد والله إحنا دارين نتفق إحنا دارين نتفق أنا أمسك له الذبابة يمشي له في النيل ويمشي له في ناسا وكده يبقى طيب ده كله خليه ده كله ما قدرت أجاوب عليه بقاعدتك الجبل معناه قاعدتك دي ذاتها قاصرة أصلاً أي حاجة غاصرة تمام 100% ربنا سبحانه وتعالى خلاص خلاص كويس خلاص كويس ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ربنا قال فإن تنازعتم إن شرطية تنازعتم فعل الشرط جواب الشرط فردوه في شيء شيء نكر في سياق الشرط تفيد العموم أي حاجة النيل مالح ولا 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 سكر الناس الذباب اي حاجه اي شيء مش الايه مفهومه كده طيب ناس دي شيء طيب اذا قلت لي ما شيء انت قلت لي الكسره والضمه ما بتنفع لا بتنفع لانه ربنا قال انا جعلناه قرانا شنو عربي هل ربنا بيعمل العبث ما بيعمل عبث اذا يدخل فيها الكسره والضمه وانا بجيك للتاريخ انا ما اقدر اتكلم معك في ده برد عليك لكن احنا بنرجع لمساله ان اخواننا مشكلته ما في الحديث هسي قال الحديث قلنا لا الحديث خليناه في القرآن قال له وكالة ناسا تاني بعد ذلك قال امشي البحر ده شنو ده المرجعية وين انت حتبقى لناسا وانا مع النيل وداك مع البحر وداك مع القهوة ان اتفق بتين كمسلمين يبقى انت ما عندك مرجعية ثابتة في الضاء كويس ممتاز ممتاز جدا ما في كل القضايا الضابط شنو الان عندنا لو داير تقسم عدد كبير على عدد صغير بتخطها منافلة لو البسط صغير والمغام كبير بتخطها في شكل كسر مش دي قاعده ثابته ولا ما ثابته
دي قاعدة ثابتة، أنا داير قاعدة ثابتة. الله الرياضيات والدنيا جايها لنا، والديني خليهم لولو. القاعدة شنو؟ تفضل. واضح في العقيدة. القاعدة شنو؟ تفضل. في المرجعية يا إخواننا حسب الموضوع المتنازع فيه. مثلا متنازعين في العقيدة، حامشي أقول لوكالة ناسا بالله ورونا عقيدتنا شنو؟ حنرجع القرآن طبعا في العقيدة. متنازعين في التشريع، مثلا ما هو المرجع الأول للتشريع؟ حنمشي لوكالة الفلك نقول لهم أثبتوا لنا التشريع، حنجي القرآن. مختلفين القمر أكبر ولا الشمس أكبر؟ حنرجع وين؟ وين يعني؟ دار ترجع وين كده؟ مختلفين الشمس أكبر ولا القمر أكبر؟ دار ترجع وين؟ أنا ماشيين كويس، خلي وين؟ طيب كويس، جيبه كده ممتاز، خليك معه. يبقى الآية، نحن الآن كده اتفقنا إن القرآن ده، أصبر أصبر دقيقة، إنه القرآن ده الكون اللي ربنا خلق ناسا وخلق الفضاء والنظريات، ربنا القرآن نزل لنا ده ناقص؟ لا ما ناقص. معلش خلينا في كلامي، لو ما ناقص وأنا ما دايرك تقول ناقص، ما ناقص. الآية بتاعت فإن تنازعتم في شيء دي أيوة. غلط ما غلط، ما بلغة العرب لا، ولا شيء دي لا تفيد العموم، وريني كلام جميل. وريني متنازعين في شنو؟ قلت لك لكن ما الله قال إن تنازعتم في شيء أيوة. ردوا يلا جينا أوريك. وقفنا أوريك الرد. لا أوريك. لا 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 وشيء ما على هواك. لا ما شيء، أي شيء ما هي أي شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء بلغ... يا أخوان طيب. ما في ناس لغة عربية. طيب سؤال، النكرة شيء ده نكرة ولا معرفة؟ تفيد العموم بالراحة، نكرة ولا معرفة شيء دي؟ طيب نكرة في سياق الشرط. ليه؟ لأنه الآية بدت فإن، إن أدوات شنو؟ تنازعتم في شيء. دقيقة معلش، إن أدوات شنو؟ شرط. تنازعتم ده اسمه شنو؟ فعل الشرط. فردوه ده جواب شنو؟ الشرط. أنا بفهم من الآية الربنا في القرآن قال لي إنه بلغة العرب لو اتنازعنا في أي شيء، ناس شيء ولا ما شيء؟ شيء، شيء. النيل شيء ولا ما شيء؟ شيء، شيء. طوال نرجع للقرآن والسنة. كويس. وإنت الآن قلت كويس. ما كده الآية دي معلش أنا دار قاعدتك دي إما تجيب لي من القرآن أو تبطل لي الآية دي. أبطل لك يا آية الآية فإن تنازعتم في شيء. يعني ممكن تتخيل كده يعني ممكن رد لي رد إنسان يتكلم ما ممكن تقول لي أبطل آية. أبطل آية كيف؟ أيوة. أنا ممكن أبطل حديث مش كلامك باطل. أنت ما فهمتني. أنا ممكن أي مسلم ممكن تجيب لي حديث يقول لك الحديث ده ما صحيح، لكن ما ممكن زي يقول لك الآية دي ما صحيحة. ما ممكن. ليه؟ لأنه ربنا متعهد بحفظ القرآن كمثل. هاي كيف ما بخش؟ ايوه يعني معناتها المرجعيه ما ناسا. لو اختلفنا هي ما مرجعيه عليا ناسا دي يا شيخ في نقاش. ما مرجعيه المرجعيه الدين مش انت انت عزمت هذا ورا الارض ده كيف؟ سؤال دقيقه بس كويس. اي ميزه يعني احنا تناقشنا نقاش مثلا بدي اسالك سؤال احنا تناقشنا نقاش ما مشكله يا خلاص. اي طيب المساله وضحت يا اخواننا وضحت. يبقى المشكلة بتاعت الشعبين ما في السنة، ولا إنه بني أمية دخلوا الشبهة ذاته ما حافظة كويس، وإنه في ناس جابوا أحاديث موضوعة. المشكلة ما هنا، المشكلة عند الشعبين إنه القرآن ما بيكفي جميع حاجاتنا، لغاية ما يجوا ناس منو ناس ناسا، ولغاية ما نمشي البحر الله يقول آية الله يقول آية، نقوم نرجع لشنو؟ نقوم نرجع لناسا وللبحر وللزق. ونفس منطقك ده أبيت إن شئت أو رضيت هو منطق الشيوعيين الذين لا يؤمنون إلا بالحواس الخمس. نفس المنطق. ربنا سبحانه وتعالى قال والشمس تجري لمستقر لها. أمشي الآن خش موقع ناسا بيقول لك لا الأرض هي اللي بتجري والشمس ما بتجري. أمشي لناسا الآن وقبال قال لي أثبت كلام الترابي إنه قال أسمع كلام الطبيب الكافر أنا ما محتاج أمشي للترابي. أنت ترابي واقف قدامي قلت بتسمع كلام ناسا والقرآن ما دار تسمعه. ربنا خليني أتم كلامي صح. أنا كلامي حار. أصبر 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 أثبت لك أثبت لك أثبت لك أثبت لك من كلام ابن عباس كمان في مجموعة الفتاوى. أسمع أدك ما تسمع أنت أنت ما تصبر. القرآن قال لك الذين يستمعون القول ده حديث ضعيف ده حديث ضعيف. دي آية خلاص تاني ما تتكلم وش دي آية ما تتكلم تاني. طيب أديهم من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكر الشمس والقمر في 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 سورة ياسين قال وكل في فلك يسبحون. الفلك هو المجال الذي له مركز زي الدائرة. أنا قريت هندسة فهمت كده أثبت لك موضوع انتهى بكلام ابن عباس بكلام ابن عباس لا 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 معلش بكلامنا
انا قلت قريت هندسه اسمع اوريك انا قلت قريت هندسه عشان ما تغالطني في المعنى اللغوي عشان ما تغالطني لا 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 لا, لا معلش انا ما انا قلت قريت هندسه عشان ما تغالطني في المعنى اللغوي لانه فلك كما لانه لما قلت لي ابن عباس قال لي ما تقول ابن عباس مش قالها قلتها يا زول انت ما شاعر بنفسك عرفتها اسكت معلش معلش انت موضوعك انتهى نحن عرفنا الان ما عندك مرجعيه ما عندك مرجعيه أنا احنا ممكن نتفق هسي الان ممكن نتفق معه على ناس يقول لنا راح بريطانيا فهمت ما انت ما متفق معك انت هسي ممكن تغير كلامك ذاته كلامك الان عندك 14 غول اي واحد بناقض الثاني عشان كده ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه جنوب اختلافا كثيرا يا زول نحن مرجعنا كمسلمين القران القران ده قال الارض هو القران هو بيفترض مسائل يقول لك لو الان حصل نقوم نرجع هو حصلت هل الرسول قال النيل مالح هل في حديث قال زي ده فده كله كلام باطل ساكت هم بيفترضوا افتراضات عشان يصدوا الناس عن السنه طيب اديك ادله من القران على وجوب اتباع السنه ربنا قال وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه ربنا ركز في الايه وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه ربنا فرق بين امرين ما نزل الينا وهو القران والذكر ما نزل الينا القران الذكر يبقى شنو يبقى شنو السنه عرفتها ربنا قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ايات الله دي شنو القران الحكمه هي شنو السنه لانه الواو تقتضي المغايره هل الحكمه هي نفس ايات الله اذا قلت لي نفس ايات الله اقول لك الواو تقتضي المغايره يعني ده ما زي ده فهمت معلش خليني اتم كلامي ما تقاطع الايه الجبل دقيقه اصبر ربنا ما هو الخطاب بيفرق عشان كده الضمه والكسره اللي بتستهتر بها جبل دي مهمه فهمت لانه الخطاب خطاب لمنو لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ها ربنا قال لنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن الكاف للخطاب والنون نون النسوه يعني لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ان ربنا قال لهم اسمعا ما يتلى عليكن والتلاوه هي القراءه ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه فهمت وما يتلى عليهن في بيوتهن من ايات الله معروفه القران الحكمه شنو ويتلى في ابيات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم انت شغلك ده زي الشغل الزول ما بيعترف بالحق ها واحد العرب بيحكوا قال واحد جاء لصاحبه في البيت لقاه ما فيش لقى ولده بيتكلم معه وقال له ما فعل ابوك بحماره قال باعه قال كيف تقول باعه قال وانت كيف تقول بحماره فباؤك تجر وبائي لا تجر انت شغلتك دي شغل ركوب راس ساكت ما دليل انت بتركب راس هاي انا بذكر لك باللغه العربيه وده القران اللي انت جبال قلت بتؤمن به عشان انا دار ابين للطلبه انه دي عباره عن شعارات دار تغش المسلمين تتعلم في السنه عديل منو مننا او من علماء السلف اتحداك من هنا لغايه ما نموت كلنا نموت اتحداك تديني واحد من علماء السلف قال معنى حديث الذبابه اذا سقط الذباب في اناء احدكم ان الامر هنا للوجوب اتحداك عشان تعرفوا انه دار يطعن السنه عنده مشكله مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما مشكله معانا نحن مشكله ما معانا نحن عرفتها وقلت له اثبت لي حديث الذبابه ضعيف ما اثبتوا لي بغاعدته ذاته انا غاعدتي جدعت له بعيد قلت له بغاعدتك ان يخالف الحديث القران قلت له غاعدتك دي اثبت لي انه الحديث ضعيف عجز ان يثبت بما قال والراجل بيمسكوه من شنو بيمسكوه من شنو من لسانه ما بتقدر يا زول ما بتقدر تبطل السنه واما الكتاب القران والسنه فانهما لا يتناقضان ربنا قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو دجنو نعرف كويس نعرف ادو مصحف افتح له مصحف لا افتح لك مصحف انت زول حربائي بتتلون لازم نقبضك ربنا سبحانه وتعالى قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق دقيقه اصبر وما ينطق فعل شنو فعل مضارع افتح له صوره النجم ربنا قال وما ينطق ركزوا معي خليه معلش
قال وما، ركز معي، ربنا قال وما ينطق، ينطق فعل مضارع، الفاعل بتاعه شنو؟ ضمير مستتر تقديره هو. وما ينطق أي الرسول عن الهوى إن هو، إن هو إلا وحي شنو؟ يوحى. النطق بتاع الرسول. ده عربي ناسا، ده عربي ناسا، عرفتها؟ طيب ما عندك موضوع انت، الآية دي خليها، خلوا دقيقة يا اخوانا، الآية دي، الآية دي خليها، خليها الآية دي. نطق الرسول وحي يوحى، نطق الرسول وينطق شنو؟ شو الزول ده؟ شو الزول المسكين ده؟ الرسول بينطق، خلوا يا اخو ما تكورك، أسي أنت قبل ما أسي قبلك، قبلك ما التزمت بالآية، ما تخالف الآية، ربنا قال الذين يستمعون القول، خليه والزول، أنا فتحت لك فرصة أنت، ربنا قال الذين يستمعون القول ما تقاطع، ما تقاطع، ما تقاطع نهائي، لأنه القرآن ولا ما هم بالقرآن والذي نرجع فيها لناسا دل القرآن. طيب الآية دي خليها، ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، جاءت الجملة شرطية وجعلت للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة ولله عز وجل طاعة، وربطت طاعة الله بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل ولا ما دليل؟ دليل، ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أنا إذا زول أديت آيات وأحاديث وما اقتنع بها فلن تملك له من الله شيئا، والله ما بنملك لك حاجة، ربنا قال الذين يستمعون القول، ده ما كلام ناس، أسكت. طيب ما بخليك أنا، قال بعدين قال الآيات، قالت الحاكم الظالم كاتلوه بنفس اللفظة دي، وما في، ما في تخرج عليه ذاته، ما في، جيب المصحف، جيب المصحف، أمرق لي بديك ساعة هاك، أمرقة أمرقة أمرقة، يبقى ما في، يبقى ما في، ما في الآية اللي انت قريتها في سورة هود وما بتدل على كلامك ده، ربنا قال ما يخرج على الحاكم الظالم، قل هو الله أحد الله الصمد، أيوة ولا ما يا هاي، خلاص كده بتدل ليه؟ لا لا ديك برضو، لا لا وينها؟ وينها دي؟ جيب اديو، اديو المصحف، امرق علينا، امرق المصحف، امرق الايه. طيب لا لا دي ملايا، امرق معاه وهاك انت امرق، ما في، لا لا دي ملايا، دي ملايا، لو دي الايه لو مرقت علي، اسمع اسمع اسمع، الايه اللي قال لا لا دي ملايا، لا 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 ربنا، اسمع 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 يا كور، ما تكورك، ما تكورك يا تنكر يا في خروج، ربنا حفظ القران، لما ده يجي يغلط نحن لازم نصوبه، وهذا من حفظ القران، ربنا قال انا نحن نزلنا الذكرى انا لا حافظين، انا خليك تلعب بالقران تقول لي لا دي ايه، لا لا دي ما ايه، الله نزلها كده، الله نزلها كده، الله ما نزلها كده، تجي تمرق انت، فهمت؟ والايه دي نزلت في اهل مكه انت بتنجر ساكت، الايه دي ما اصبر 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 اصبر، الايه دي نزلت في اهل مكه عرفتها، وفي نصره، وفي نصره المسلمين الذين اعتدى عليهم الكفار، فهمت؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ده دليل الخروج يعني، أخرجنا معناه شنو؟ معناه نجينا أخرجنا معناه خروج، معناه شيلوا سلاح وأضربوا، أخرجنا دليل المستضعفين، دليل المستضعفين، ما تكورك يا ما تكورك، لا لا أصبر أصبر، اسمع اسمع اسمع، انت حرفته، لا حرفت نص القران، نص القران حرفته، اديك المصحف ولا تسكت؟ اسكت، ربنا قال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، دقيقه انا ارد عليك، اسكت عليك الله، ما تكورك، ما تكورك يا اخي، رب ما تكورك، ما تكورك عليك الله، ما تكورك عليك الله، عليك الله ما تكورك، انت لا قاريه غلط، لا الليله قاريه غلط، ولو فتح اقراها طيب غلط برضو اقراها، لا لا ما كده، ما كده غلط، غلط غلط، ربنا قال وما لكم ألا تقاتلوا، ألا وما لكم ألا، غلط قاري غلط يا، خلينا كذا كذا، أمسك المصحف يا خلي يا أسمع أسمع دقيقة دقيقة، خلينا نجاوب عليك، ما تقاطعنا عليك الله، ما عندك حاجة والله، كيسك فاضي معليش. طيب ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي ما قال يقاتلوا الحكام الظالمين، ربنا قال قاتلوا الكفار، الآيات دي من سورة النساء
بتتكلم ربنا قال فما لكم، خلوا يا أخوانا، ربنا قال فما لكم، بداية النجمة سمي عليك لو داير، ربنا قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. بعد ذاك الآيات تكلمت عن المستضعفين الكانوا في مكة، وبيقولوا بيسألوا الله ربنا يعني يجيب المؤمنين على أساس إنه ينتصروا، ما فيها الخروج على الحاكم الظالم، ما فيها الخروج على الحاكم الظالم. وأما الآية الثانية من سورة هود ربنا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ده ما الآية دي الخروج فيها وينه؟ الظالمين ده ربنا قال لك ما تركن لهم. ما معنى الركون؟ الركون معنى لا 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 الركون معناه شنو؟ طيب طيب كويس، انت الآن قلت كلام طويل وانا ما طيعتك فوقه صح؟ خرجت عليك؟ معليش خلاص خلاص وضح وضح خلاص خلاص كويس خلاص معليش خلاص معليش خلوه خلوه، ده كله تفسير له من راسه. يعني هو دايرنا نخلي دايرنا نخلي السنة الصحيحة ونسمع تفسيره هو المخالف للقرآن ومخالف للغة العربية، دايرنا نخليه لكلامه. طيب أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كله كذب ساكت، آي خليه يمرق أحسن له. طيب ما خرج ما خرج، نفترض انه خرج، نفترض انه خرج كويس 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 اديك كفرنا كلنا كويس يا قول الخروج صح كويس. يلا هو جبال قال ما بيقبل السنه، من اين لك ان عبد الله بن الزبير خرج؟ كنت قاعد معه؟ جيبه امرك جيبه ده ما سنه يا سيدي، دي تاريخ. طيب سؤال، طيب كلام الرسول دقيقه معلش بمفهوم بسيط يا شباب، كلام الرسول انا والود الشعبي ده لاقيناه؟ لاقيناه؟ ما لقيناه، وثبت كيف؟ ثبت بالأسانيد. الحسين بن علي قلت خرج، وعبد الله بن الزبير قلت خرج، عرفتها؟ هل نحن لقيناه؟ لا أنت الحجاج ولا 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 كنت عبد الله بن الزبير. أيوة يا سلام على التاريخ. طيب التاريخ الكتبوا فوقه كلام عبد الله بن الزبير، ما كتبوا فوقه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج؟ عشان تعرفوا الهوى، عشان تعرفوا الهوى، أثبت لي أنه مكتوب. إذا كان كلام عبد الله، إذا كان كلامك هذا يخالف القرآن، إحنا ما دارينه ها، بقاعدتك أنت ونمشي نوديها ناسا، نوديها ناسا. طيب أما مسألة عبد الله بن الزبير ما خرج، ما خرج، ما خرج، لا 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 عبد الله بن الزبير ما تكذب، أنت لا بتقاطع، ما في قرآن، ما خلينا أرد عليك، أنت لا بتقاطع، عبد الله بن الزبير ما خرج، عبد الله بن الزبير ما خرج، ها؟ قال زنبته قال هاي وريه وريه كويس. عبد الله بن الزبير ما خرج، عبد الله بن الزبير الكلام ده انت جبته من وين؟ سؤال، لقاك ولا لقيته في كتاب تاريخ ولا وين؟ في يا سلام عليك، في البدايه والنهايه. طيب اوريك الامام والملوك حق الطبري، ما تكثر الكلام كويس. يلا انتهيت من كلامك؟ انتهيت. ومعاه عبد الله بن الزبير وخروج الحسين وخروج معاويه على علي بن ابي طالب كويس كويس، يا اما كلنا غلط يا كلنا. طيب طيب كويس كويس. طيب اول حاجه الزول ده لما يكون الكلام في صالحه بيقوم بيرجع يقبل عليك. الله ما تغلط، انا قاطعتك اقطع عليك الله، عليك الله اسالك بالله ارجوك بليز ها اكسكيوز يا مو، ما تقاطع يا ما تقاطع عليك الله ما تقاطع. طيب عشان الناس يستفيد كلها، انت قلت الكلام ده جابه الطبري وابن كثير وغيره، الناس جابوا الكلام ده ذاته، انا ما اقدر اخش معك في روايات لانك عارفك ما لا قريته ولا شفته ذاته، حكولك حكولك ما شفته، عرفته؟ ال- ال- الكلام اللي قاله ابن كثير انه عبد الله بن الزبير ما خرج، كان في امير ومات وهو معاويه بن يزيد بن معاويه بن ابي سفيان، اديك الكلام كامل، انت مش قلت تاريخ؟ الان بقى يثبت التاريخ، ماشيين كويس نحن. طيب عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير لما مات هذا الخليفة المسلمين ما كان عندهم خليفة، قاموا بايعوا عبد الله بن الزبير أهل الحجاز وأهل العراق وعامة أهل الشام، الخرج عليهم منو؟ طيب نفترض أنه خرج، خرج على منو؟ ما عرفوا، قلت لك قرأ على منو؟ خرج على منو؟ خليك من قتلوا، خرج على منو؟ منو قتلوا منو؟ منو خرج على منو؟ خرج على منو؟ لا لا غلط غلط معلش 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 غلط غلط زي الغلطة في الآية، أسكت أسكت. طيب الأصح إنه عبد الملك بن مروان، أسمع أسمع أسمع، ما ولد معاوية، لكن أنت قلت ولد معاوية ما تكذب، الكذب حرام، يقطع اللسان من ورا وقدام. طيب
اسكت اسكت. انت لخبطت من بدايه الركوب ما هسي. طيب فعبد الله بن الزبير ما خرج، استتب له الامن. عبد الله بن الزبير اسمع افهم عشان تجيب شبهه ثانيه، انا دارك تمشي تقرا. عبد الله بن الزبير ما خرج نهائي نهائي ما خرج، واستتب له الامر. عبد الملك بن مروان كان ماشي يبايع عبد الله بن الزبير، بعض الناس قالوا له ما تبايعوا. فبعد ذاك عبد الملك بن مروان بقى يقاتل في عبد الله بن الزبير لغايه ما في النهايه رسل الحجاج، والحجاج حاصر مكه وفك مكه بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير. الامر كان مستتب في البدايه، والحاكم الشرعي هو عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ما خرج، الخروج بيكون في حاكم، وانا زول من الرعيه خرجت على حتمده وما عندي الملوك، انت ما تلخبط يا اخي. يا ود الحلال هو ما كان حاكم، عبد الملك ما كان حاكم. انت مش قلت جبتها من ابن كثير ولا جبتها من ثاني محل ثاني؟ ابن كثير قال لك عبد الله بن الزبير بلاد المسلمين كانت حدودها من وين؟ من الشام لغايه الحجاز، الحجاز بخشوا فوق اليمن والحاجات دي. عبد الله بن الزبير بايعوا له الحجاز، بايعوا له العراق، بايعوا له عامه اهل الشام الا عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان شنو؟ لما مات الخليفه من بني اميه كان ماشي يبايع عبد الله بن الزبير، يبقى الخليفه منو؟ عبد الله بن الزبير. انت لقيتهم؟ يا اخواننا زال يجيب مرجع، خلاص معلش 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 يا اخواننا، التاريخ ما بيعرفوه بانه بالعقل وبالمنطق، التاريخ بيعرفوه بالروايات. يعني مثلا انا اجي اقول اسمي فلان ودعلان ودعلان، علان ذاك بالعقل يقول لي ما ابوه بالعقل؟ ما بالعقل يا ود الحلال، بالتواريخ. لا لا ما بتمسكها كده، ما بتمسكها كده، لا لا ما بتمسكها في قتل ولا قتل منه، بتمسكه انه كان الحاكم منه، لانك بتتكلم عن الخروج ما بتتكلم عن الصلح. فهمت؟ جيب دليل يا اخي، الكتب كلها بتقول الحاكم. يا تو كتاب الطبري وابن كلهم بيقولوا في وين قالوا؟ قال لبني اميه وعبد الله بن الزبير. يا اخي ابن كثير ما قال كده، الطبري ما قال كده، قال ان عبد الله رفض المبايعه. قال وين في يا تو كتاب؟ يا اخواننا ابن كثير يجي يقول لك عبد الله بن الزبير كان عامة بلاد المسلمين تحت يده وهو كان الحاكم والخرج لا 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 معلش لا لا معلش، هي انت قايلها نحن قاعدين نشتري في باسطة تقول لي لا والله مكة بس؟ يا اخو ما موضوع كده. طيب الزول ده ما عنده موضوع، نحن عرفنا انه زول ما عنده حاجة. طيب ايوه قال بعد ذاك قام في مسألة حديث الذبابة، نرجع لقبيل، خلوا يا اخواننا خلوا في مسألة حديث الذبابة قبيل. قال الرسول ذاته، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الضبانة في لبن أنا ما بشربه بكشحه. في زول بيكفروه قال عشان ضبانة؟ لما بنكفرك عشان ضبانة؟ لأن الرسول هو اللي قال، عشان كلام الرسول العارضته مش عشان الضبانة، ولا كيف يا شباب؟ هل نحن مكفرينه لأنه جدع ضبانة وما جدع ضبانة؟ أديك حديث يأيد كلامك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاب له خالد بن الوليد الضب مشوي الدولة للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بياكل حاجة إلا يعرف هي شنو. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ضب ما أكله، خالد بن الوليد قال له حرام، قال له لا، ولكني لا أجده عند قومي فأعافه. يعني أنا بعاف، قال له، لكن ما قال زي كلامك أنت، لا ما نفسه ما نفسه. انت قلت خليكم في ضبانكم وخلاص، بس بقيت على الضبان. قال ولا ما قال؟ قال ده استهتار ولا ما استهتار؟ استهتار. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم واحد واحد واحد، كلام الرسول وكلامك انت بتاع الاستهتار واحد؟ دار تكذب علينا انت؟ طيب 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 ما كلام ربنا قال ولا تعرفنهم في لحن القول. انا من قبل بديك ايات، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب قال أجمل كتاب كتاب الإيمان، ما كتبوا الترابي عشان يجيبوا قروش السعودية، أنت قال كتبوا لشنو؟ طيب ما شاتوك برا، ما ركبت العربات وشاتوك برا، شاتوك في كم رمضان كده، شاتوك برا. والترابي في مجلة الدستور، في مجلة الدستور الترابي أنا ما بشتغل به، في مجلة الدستور الترابي قال في الماضي سنة 98، قال في الماضي أكلنا أموال الشعب السوداني وسخرناها لمصلحتنا الخاصة، استغفر الله. قال عرفتها؟ طيب نتباهل تتباهل؟ طيب نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طيب قال أنا دينك اللي بيقول ضبانة وقعد وأشربه أنا ما دايره،
يا اخواننا شوفوا الكلام ده عليك الله يا اخي ما تسكت يا اخي اسكت يا اخي اسكت انا قلت لك دينك اذا قال لك ما تكورك ساكت كويس اذا الزمني نفس كلامك انت قال صلحت يا تطبسط عرفتها ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى المسلمين كانوا ماشيين لوين كانوا ماشيين للقبلة لبيت المقدس كان بيصلوا هناك بعد ذاك ربنا امر المؤمنين انهم شنو انهم يتحولوا الى الكعبة اليهود قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ربنا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الزول ده قبل قال إذا مش كده إذا دينك بيقول لك كده أكل الضبان وكده قال أنا ما دايره والله إذا ديني بيقول لي أكسر رقبتك أنا بكسر رقبتي ها ده كلام لك ده كلام لك ما بتخجل ودار تنكره الشينا منكورة شينا منكورة ها قال الوضع في الحديث جاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم المشكلة وين احنا ما مشكلتنا في جوين ولا ما في جوين هل بنقدر نعرف ولا ما بنقدر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي دجالون كذابون يأتونكم بالأحاديث ما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم والعلماء وضعوا علوم كاملة علم مصطلح الحديث بعدين قال الكسرة والضمة دي الصحابة ما بعرفوها نحن ما مشكلتنا انه يعرفوا الوضع الذي وضعه علي بن ابي طالب الناس كلهم عارفين النحوي وضعه منه ابو الاسود الدولي الامر منه ده قال في غرنا الصحابة ما كان في كسرة وضمة معليش امشي ارجع والله انا لو ماسك الجامعة دي اوديك الروضة فهمت ما اعرف اي حاجة الصحابة السبب بتاع النحو ذاته شنو النحو والقواعد دي سببها شنو ابو الاسود الدولي ريقه بنته بتقول له ما اجمل السماء قال نجومها هي المفروض تعمل شنو المفروض تفتح اجمل عشان تكون لشنو التعجب المفروض تفتح اجمل شوف المسكين ده كمان دار تغالتني كمان في الموضوع ده عايزين ننزل معاك الاجروميه والله انت عارف وقد تنكر عليك الله اسكت وغد تنكروا هذا المزيك ده الجهالة زيك ده الجهالة زيك ربنا سبحانه وتعالى ما تسكت يا أخي أسكت ربنا سبحانه وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا شنو يا أخوانا عربيا الآية دي عبس يا ربي ولا كيف ولا الود صح وكلام الله غلط ده الود صح ده الود يجي ينجر ويفتكر كده ويعمل كده ده صح والقرآن النزل الله وقال قرآن عربي معناه بجنو بلسان العرب بالكسره والضمه والفتحه فهمت معلش انت بتنكر حاجات ثابته بالاجماع وثابته بالعقل وثابته في كل لغه خليه ده ما داري ينكر لي حاجه زي دي ان شاء الله انا بجيب له ولدي عمره سنه ونص يعلم اللغه العربيه ما في مشكله طيب قال الوضع في الحديث بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم الوضعين والكذابين كانوا موجودين ولكن ربنا سبحانه وتعالى حفظ الحديث الزول بينظروا فيه للعقل والأمانة والأداء الآن انت لو دار تمشي تتعالج عند دكتور بتشوف هل الدكتور ده قرأ ولا ما قرأ عنده شهادات عمل كم عملية زول موثوق زول ما موثوق مسجل ما مسجل لو فتحت عيادة ساي بيقوموا يقبضوك العلماء دونوا هذه الأمور والكلام ده قاعد في القرآن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا علم الحديث ده مبني على فتبينوا دي في القرآن ربنا قال فتبينوا من التبين إنه أعرف الزول صادق ولا كاذب زيك أنت اللي بتكذب علينا وإحنا قاعدين من التبين إنه أعرف الزول ده سمع من شيخ ولا ما سمع كل الحمد لله العلماء حافظيننا علينا ما تكورك يا ود الحنان أسكت عليك الله ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إحنا سمعناك بما فيه الكفاية وما عندك كيس نهائي ذاته فهمت ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي رواية فتثبتوا في عموم الأخبار والأحاديث دي عبارة عن أخبار فنحن بنقوم نتثبت بالقواعد الوضعوها العلماء الما منا النجرة بتاعتك دي ما بتلقى واحد من العلماء قال ولا قدر يجيب لي آية من القرآن على النجرة بتاعته دي فهمت طيب نمشي لقدام وقال لك رواه البخاري براه ومسلم
الترابي غشاء ومسكين. طيب قال ربط اللغة بالدين، قال 200 عرفوا الجار والمجرور بعد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، دي ردينا عليها. قال ممكن نتناقش وقت أوسع، طبعا داري زوغ وداري يعمل إعلان للمنبر بتاعه، والله أنا أنصحكم ما تحضروا له، بيضيع زمنك وبغالطك في الصح، زي ما برضو المثل الثاني الليلة إن شاء الله نملاكم أمثال تستفيدوا منه عشان ما تحضروا له، ما عنده حاجة والله. واثنين بتغالطوا، ده قالوا يا أخ ديك غنماية، واحد قال له لا دي طيرة، قال له خلاص عشان نتثبت لابد يكون بيناتنا في آلية وأرضية مشتركة ننطلق منها. قاموا مشوا مع بعض، قالوا له خلاص البتاعة دي نهشة، إذا طارت تبقى شنو؟ طيرة، إذا ما طارت تبقى شنو؟ تبقى عنزة. قاموا هشوها كده طارت، ده قال له عنزة وإن طارت، عنزة نفس شغل الودة، عنزة وإن طارت. فزول بغالتك في الحق، وربنا زم النوع ده من الجدال، ربنا قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وانا الى الان قاعد اذم بادله من القران والسنه، ما تكورك. شوف ربنا سبحانه وتعالى، ايوه في انت قايله في منو يعني؟ طيب ايوه بتنزل فيك ايات، لسه في ايات كثير اصبر. طيب قال في 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 كذب، في كذبه. شوف انت مش قلت الكذابين ما يسمعوا كلامهم؟ نديك الكذبه جبتها دي. قال في قتال الصحابه في السلطه مزمل ليه كفر محمد مصطفى. قال اي زول يقول الصحابه تقاتلوا في السلطه ده كافر، اثبت مزمل قالها. وين في يوتيوب؟ وين نوريك كلام محمد مصطفى عبد القادر، كلام مزمل في محمد مصطفى في محاضره كانت في بري، انا حاضره كنت منسقه، عرفتها؟ ما انا اوريك المات كوريك. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انت بتغالت الزول شاف الخبر، بتغالت الزول شاف الخبر، تغالت الزول في اسمه نوعيتك دي. عارفين عارفين عارفين، خليه يخشوا تجيب لي انه مزمل كفر حمد مصطفى، والله انت كذاب 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 كذاب. تعني في حاجة، وإنك لتعلم أنك تعلم أنني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. طيب الصحابة ما تقاتلوا من أجل سلطة، معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه مصطفى دليل. أنت قبل قلت يا أخوان عين قبل قال أي حاجة قبل أسمع 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 ما تكورك يا أخ. أنت قبل قلت أي حاجة نعرضها على القرآن، طيب نعرض كلام محمد مصطفى على القرآن. حمد مصطفى قال الصحابة تكاتلوا من أجل السلطة، وربنا قال عن الصحابة يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الصح يا محمد مصطفى ولا صح القرآن؟ بقاعدتك أنت صح القرآن. حمد مصطفى كلامه باطل، ما كافر لكن كلامه باطل وهو ضال ومجرم ودجال، فهمت الحاصل؟ قام قال لي هو ما شيخك، ربنا قال فإن تنازعتم في شيء. أيوة ده قال أخونا ده إذا والله خير، قال لي أنتوا جايبينه، نحن ما أنصار سنة، نحن كنا أنصار سنة وخليناهم. ليه؟ لأنه ده بيقدم الأمة. ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. يا عليك الله أصبر يا أخ ما تكورك من برا. صحابة ما تقاتلوا من أجل السلطة، والذي وقع بين الصحابة من القتال كان عبارة عن تأليب من أهل الشر. والصحابة رضي الله عنهم لما قتل عثمان قتله الخوارج اللي هو يتبع من الآن فكرة الخوارج الأخوان المسلمين، فكرة الترابي، ناس داعش، قال بزم داعش الودة، وقال يجوز الخروج لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طيب ده ما كلام ناس داعش ذاته يا ولاد، ناس داعش ذاته. الآن جيب الخطاب بتاع أبو بكر البغدادي، أول خطاب له أبو بكر البغدادي بيقول نسمع لحكام المسلمين ولا نخرج عليهم، وده قاعد يقول نخرج عليهم ولا ما قاعد يقول؟ يبقى ده وداعش شنو؟ وجهان لعملة واحدة، ده داعشي ده داعش. لا ما قال ما قال ما قال أثبت. أها أها، وإذا رأيتموني على باطل فقوموني فقوموني، مش قال فقوموني فقوموني فسددوني. نفترض إنه أصبر أصبر أوريك معناه شنو، أوريك معناه شنو. قال فسددوني وقوموني، التقويم هو الإصلاح والتسديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، التسديد هو الإصلاح، والإصلاح لا يقتضي أن تخرج على الحاكم وأن تزيل الحاكم. ما تصبر أصبر يا أخ أصبر، أنا ذاتي دار أرد عليك بدرجات، أصبر فهمت؟ فالتسديد لا يقتضي الخروج. أما قول أبو بكر الصديق أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، معناه لو قلت لكم أشربوا الخمر ما تشربوها، لكن هل ده معناه أشيل الكلاش وأقعد أضارب؟ في علاقة بيناتهم؟ الآن 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 عندك الآن ما خلوه يا أخواننا، خلوه يكورك، ده ما عقله براوي يعني أكبر من عقولكم كلكم وكذا، خلوه يعني. طيب ردينا على كلامه.
قال اي خليه خليه دقيقة. قال قال الإيمان قال إيمان الإنسان لا يعرف إلا يوم القيامة. أبو جهل إيمان عرفناه ولا ما عرفناه؟ أبو جهل عنده إيمان يا ناس؟ الإيمان قامت. أصبر يا ود الحلال، أصبر أصبر أصبر، أنت ما تسرع، ما تخليك مستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إن التأني من الله والعجلة من الشيطان. ما تخليك زول زي الشيطان يا، الله يهديك يا. طيب فنحن عرفنا إيمان أبو جهل إنه كافر، هو قال أبو جهل كافر صح؟ عرفناه كيف؟ لأنه في آيات وحديث قالت اللي بيعمل كده مؤمن واللي بيعمل كده شنو؟ كافر. أيضا نحن المسلمين الآن زول زول مسلم يجي يسب الدين بنقول لا لا يوم القيامة؟ ها؟ ها؟ أنت الآن أنت الآن بتطعن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بتطعن فوقه، عرفتها؟ نحن بنطعن بنطعن في في إيمانك وتصديقك بالرسول صلى الله عليه وسلم، بنطعن فيه. ليه؟ لأنك أظهرت وتكلمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به قلوبها ما لم تعمل أو تكلم. طيب قال أنتم مستعمرين، قال بسبب شنو؟ مستعمرين بسبب أفكار الترابي، مستعمرين لأنه الترابي دمر البلد. بلد دي دمر منه أكبر ظالم منه؟ بيوت الأشباح، بيوت الأشباح الفتحة منه الكان بيتكلم الكتل الكتل الناس والحرش التكفيرين يكتلوا أنصار سنة. إحنا مع إحنا ما أنصار سنة، أنصار سنة ديال ضلال. الحرشهم منه الخليفي السلم كارلوس سنة 96 من مطار الخرطوم، كان أول مطلوب في العالم فرنسي مسلم السلم بمطار الخرطوم منه. عشان كده عشان كده أسامة بن لادن الآن بتلقى الكلام ده في النت، خش النت. لما 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 اسم أسامة بن لادن مرق قال لقيت الشغل بتاع الترابي مزيج من الدين والجريمة المنظمة. فهمت الحاصل؟ انت بتنكر ساكت لأنه جندوك والمبارع بفتة بتاعت كركده، لكن ما فهم الحاصل. طيب معلش معلش، انت دي حاجات دار تنكيرها وانت القرآن ذاته دار تغالط فوقه. طيب طيب حاجات ثابتة يا ولد، والله ما لا لا ما تحلف. ايوه بعدها قال قال الترابي قال كيف تقول انه قال الشريعة ما قالها؟ قال الترابي أول من وضع دستور إسلامي سنة 98، المادة الرابعة في دستور سنة 98 قارنا المادة الرابعة من أين يستمد الدستور سلطته؟ نمرة أربعة ما هي جاب القرآن والأحاديث والتغاليد والأعراف. نمرة أربعة قال شنو؟ المواطنة. ودي العلمانية شنو هي؟ العلمانية هي شنو؟ أغلطك في العلمانية جيب ديكشنري، جيب ديكشنري نغلطه لك في العلمانية ما تكورك. دستور الترابي بتاع 98 دستور دستور الترابي بتاع 98 هو دستور علماني علماني، لأنه ربنا قال إن الحكم إلا لله. والمواطنة بتقول لك المواطنة تكون ليست على أساس الدين وإنما على أساس الجنسية أو الاجتماع في بلد معين أو قطر معين أو قومية معينة. دي المواطنة دي المواطنة ما طبق كذاب ما طبق. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما تكورك ما تقاطع ما تقاطع ما عندك حجة، والله كذاب والله كذاب انت والله كذاب. ازلدا ازلدا لما يجي للحديث ينكره كلها، لما يجي للشبهه بتاعته ما عارفه وين، وبعد يجي يقول لك الرسول طبق. ده شلته من العلمانيين، دي ذات علماني دي ذات علماني. فهمت؟ طيب دستور 98 الماده الرابعه المواطنه اساس الحقوق والواجبات من دستور 98، دستور علماني، الترابي انسان علماني. طيب قال قال اسمع شهادات المسلمين في الترابي بعد ما مات. ده ما شهادات المسلمين، ده شهادات الإخوان المسلمين. أما المسلمين زي الشيخ زي الشيخ مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله والشيخ عبيد الجابر وغيرهم، ده قال لك ده ما مسلم، ده قال لك ما مسلم، ده ضلال. الإخوان المسلمين ضلال، أديك الكلام. قال كيف؟ أفتح أفتح البتاع ده أبرق لي الإخوان المسلمين أوريك ضلال كيف. سيد قطب بيقول بيسئل الأنبياء بيسئل الصحابة بيقول القرآن القرآن قال قال القرآن موسيقى. نوريك الأخوان المسلمين تظل جاهل ساكت جاهل. أنا من جبل بوريه منهجه بوسائق منهجه بوسائق. أصبر ما تكورك ما تكورك، بوريك بوريك ما تخاف ما تلاوز ما تلاوز ما تلاوز. نحن لو أصلا نحن لو أصلا بنخاف أو لو نحن ملاوزين أو كده كان زمان فتحوا فينا بلاغات في حاجة اسمها حقوق ملكية فكرية. علاش نحن نسغفك ودي لك شرات مجانية؟ طيب الصفحة
صفحة تاعت 110 111 قال في القرآن موسيقى عديل كده. ده كتاب اسمه الكتاب. ده كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم سيد قطب دار الشروق. وطيب ما أنا قبيت كوريك وكيد صح. طيب ما لازم أتأكد لأنه أنت عسي كبير قلت كلام أنا ما أقول. طيب إحنا ليه ما نتأكد من كلامك؟ أتأكد من حقك يا أخوة يمكن ننصر سببك. قال بيتكلم عن الصور الموسيقى في الصور. قال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات فضل ولو داير أي زول هنا. قال وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع أخرى كثيرة ولكننا لم نستطع لها تفسيرا مضطردا في جميع مواضع التغيير. كاتب لكن الصح التفسير صح؟ التغيير التفسير لما التغيير هو كاتبه غلط وانت قريته غلط التفسير. طيب قال فآثرنا أنا ذاتي قال أنا لو قلت لك التغيير بغير لك الموضوع انت ما عارفه غلط الا وريتك انا. اصبر اصبر اصبر. قال بمقدار ما اتضح لنا من سرها وفيما عرضناه منها ما يكفي. قال فاما تنوع اسلوب الموسيقى وايقاعها بتنوع الاجواء التي تطلق فيها فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بانه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باضطراد لا يستثنى. يعني في موسيقى في القران لسه انا ما جايك. وربنا قال وما علمناه الشعر ما ينبغي له. رب قال لا لا ما لازم ارد على الباطل ما بفيك ساي انا. تقالني انا بقول ساي حتى باطل بصححه لك زي بتاع التفسير انت قريته غلط. طيب قال وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيح الفروق في الموسيقى في القران. قال عشان نوضحها زياده ونضبطها قال نحتاج الى قواعد موسيقيه. اقرا لك الكلام من البدايه. اسمع اسمع دقيقه كلام عن الموسيقى معنا. طيب كويس كويس معنا طيب طيب القران. طيب طيب معنا. قال معنا القران مش معنا الموسيقى. عشان تعرفوا زول ده بتاع هوا تعال تعال خليك على تعال اقرا من هنا. طيب دقيقه قال وفي آل عمران مش جاب الحاجات دي. قال وفي آل عمران صارت الصوره على القافيه الغالبه حتى قرب النهايه فلما بدا دعاء من طائفه من المؤمنين. آل عمران دي قران ولا ما قران؟ طيب انت قلت ما قران تم الكلام تم الكلام. قال يذكر واتم لك للنهايه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تغيرت الفاصله هكذا. أيوة. ربنا ما خلقت هذا باطلا. ده قران ولا ما قران؟ اقرا لا قران ولا قران؟ اقرا يبقى هو بيتكلم عن الموسيقى وين؟ هنا الموسيقى وين؟ اقرا هنا دي شنو؟ هنا دي شنو؟ يا اخي انت لحد هنا ما جاب سيره الموسيقى حسي هو قاعد يتكلم عن آل عمران والموسيقى دي تهي. طيب كويس. طيب قال وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع الآية دي ما ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد غزيت. وقد وقعت لنا مثل هذه الملاحظات. ما بتقدر تأول وما تأول ما قاعد أول. شفت الصوفية ما قاعد أول أنا. قال في مواضع أخرى كثيرة ولكننا لم نستطع لها تفسيرا مضطردا في جميع مواضع التفسير مش كلامك القليل غلط يعني الحمد لله. فآثرنا أن نشير إليها بمقدار ما اتضح لنا من سرها وفيما عرضناه منها ما يكفي. فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاع بتنوع الأجواء التي تطلق فيها فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع لا 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 ما تمشي أنت قلت واحدة 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 واحدة. طيب وينسجم مع الجو العام باضطراد لا يستثنى. وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية. يعني بيتكلم عن شنو دقيقة دقيقة قواعد موسيقية معناها شنو؟ ما واصل عشان تعرف قاصد شنو؟ واصل اي قاصد بنجيلاء لكن هو دي موسيقية معناها شنو؟ موسيقى دي موسيقى دي موسيقى ممتاز لكن ممتاز ممتاز ماشي كويس. قواعد موسيقية خاصة وإلى اصطلاحات في الموسيقى ايوه لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ. طيب. ولا لنا نحن أيضا ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذ نحن اخترنا ألوانا متباعدة وأساليب متباينة من هذه الموسيقى. ففي صورة النازعات أيوة. اسلوبان يلا دقيقه اسلوبان موسيقيان يعني في صورة النازعات. والنازعات دي من شنو يا اخواننا؟ من القران. قال في مش في مش في موسيقى واحده في شنو؟ في اسلوبين موسيقين. طيب اديك كلام اعرب لك كلام سيد قطب ذاته. قال وفي صورة النازعات في اداه جر صوره مجرور مضاف النازعات النازعات هنا هنا النازعات مضاف اليه مجرور يلا تم الكلام كويس. في محل رفع خبر مقدم واسلوبان مبتدا وموسيقيان صفه لهذا المبتدا. يبقى تقديم اصبر دقيقه اصبر لا لا ما بخليك تقديم ما حقه التاخير. لا معلش ما انت جاي تدافع طيب قال وايقاعان ينسجمان. قال اسمع يا شباب اسمع 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 زول بيقول موسيقى في القران. طيب تم قال سريعة الحركة قال اولها أيوة. دقيقة دي
ايوه ويظهر فيها عشان تعرف ضلال منهج الاخوان المسلمين. قال اولهما يظهر في هذه المقطوعه السريعه الحركه القصيره الموجه القويه المبنى تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف. ده وين؟ على النحو التالي. ده في القران النحو التالي يا تو اقراه انت. انا ما اقدر اقرا. ما تقرا؟ اقرا قال شنو؟ لا شنو مو واضحين يعني. النحو التالي ده كلام زي ضد بيتكلم الكلام ده قال في سوره النازعات مش؟ فيها موسى قال والنازعات ايوه قال شنو؟ قال يعني هو بيتكلم عن الايقاع في الحروف ده اي قال موسيقى هو. اي ما موسيقى قال ايوه قال شنو؟ يعني شنو انت موسيقى دي مالك مطلعه خطيره كده والنازعات قال غرغة والناشطات نشطه والسابحات سبحه فالسابغات سبغه فالمدبرات امرا لا فالمدبرات امرا تكلم كذا عرفت بيقول النازعات غرغة ناشطات نشطه والسابحات من ناشطات الناشطات نشطه ضم الله يضم ناشطات نشطه والسابحات سبحه فالسابغات سبغة فالمدبرات أمرا الإيقاع ماله هو ده قصده إنه يا أخي القرآن أي بتكلم عن إنه بتكلم سيضغط وين الدليل ده سيضغط القرآن وين الدليل أنت ما ما هو الزول ده أنت ما بتعرف القرآن أكثر منه ده كلام الصوفية ولا ما ده كلام الصوفية ذاته شيخي ما بتعرف القرآن أحسن منه وشيخي ما قادر يقول غلطان مش أسي قال الأخوان المسلمين عشان تعرفوا شوف يا شباب في نهاية الحلقة دي جزاك الله خير والله كلامك ده خلاصة الكلام ده النازل يا أخواننا والله وبالله وطالله ما ضيعوا الدين والدنيا إلا الشعبين ديل ما أفلحوا في دين ولا أفلحوا في دنيا ولا الكلام اللي بيقوله كلام عنده قواعد علمية عليك الله ما تكورك جيب الكتاب ده هنا شيخك الترابي صفحة 43 مدح سيد قطب والمودودي والجماعة ديل خليه هذا تجديد الفكر الإسلامي هذا هاك هذول الغلاف قاعد جوا خلوه عرفتها فدول يا اخواننا دي الناس ضلال الناس دي ما بيجوز يا اخواننا الانسان يقعد لهم ولا يسمع لهم بيضيعوك ربنا سبحانه وتعالى قال واذا رايتم الذين ربنا سبحانه وتعالى قال هو واذا رايتم الذين خلوه عرفتها هذول مش هسي نكروا طيب قال ولذلك قاعد يتكلم انه العالم الاسلامي متخلف قال ولذلك انبرت ما بدعي نقرا من البدايه بس اقرا الكلام قال ولذلك انبرت له اقلام مفكرين ايوه ده مدح ولا ذم أيوة مدح عقائدين مسلمين مهديين منهم العالم الامام المودودي والشهيد سيضغط والشهيد بيقول ان القران فيه موسيقى ما شهيد من يعني طيب كويس خلوه يا اخوان خلوه سيضغطوا بس قال مع شيخه عشان تعرفوا الكذب ده يا اخوان المنهج بتاعهم احذروا الناس زي يا اخوانا ابعدوا منهم والله ما تخلي دينك شوف انت لو انا اديك نصيحه اسمع نصيحتي دي لو على قال دقيقه خليني اتم كلامي على قال دقيقه خليني سيضغطوا ضال من الضلال ضال اي ما كفرنا ولكن ضال فهمت امشي يلا عرفت فدار يا اخواننا الانسان ما يسمع لهم شوف لو بقيت بكل معصيه والله النصيحه يا اخواننا احنا ننصحكم لها يا شباب لو جيت لله بكل معصيه ما خلى الشرك بالله من والبدع من الزنا وشرب الخمور وشرب البنجو ودي محرمات شرب محرمات لكن لو جيت بها دي اهوى مما تلقى الله بافكار الولاده قبل شويه ده. والله تلقى الله بتشرب خمره بتاع الخمره بقول لك ربنا يغفر لي لكن ديل بتلولو لك فوقها بتاع الخمره بقول لك يا زول ادعو لنا الله الله يهدينا ولا ما بقوله ها لكن ده بيعتقد العقائد ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم واقول له يا اخ بقواعدك الباطله اثبت لي انه الحديث ضعيف وما قادر يثبت جزاكم الله خير والسلام عليكم ونلتقي ان شاء الله من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.